بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. إن شاء الله في الجزء الثاني من هذه الحلقة هيكون معنا النجم الكبير كابتن ماهر همام، نجم النادي الأهلي السابق، أيضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش، والأستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي، والأستاذ خالد الإتريبي الناقد الرياضي. هنتكلم في موضوعات هامة كثيرة جدا تخص النادي الأهلي وتخص ما يحدث في مصر من أمور كثيرة جدا في عالم الرياضة المصرية. هنرجع للدوري مرة أخرى، استعدادات النادي الأهلي، مباراة شباب بلوزداد، أحداث كثيرة جدا على الساحة الرياضية. ولكن قبل ما أبدأ حلقة النهاردة، خلوني أقدم خالص التعازي إلى الكابتن سيد معوض نجم النادي الأهلي السابق ومنتخبنا الوطني الأسبق في وفاة المغفور له بإذن الله شقيقه، ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته. أيضا عايز أقدم خالص التعازي لأحمد نبيل كوكا لاعب النادي الأهلي في وفاة المغفور له والده، ربنا يرحمه ويغفر له. والد كوكا كان أهلاوي وكان واحد من الجمهور الأهلاوي الجميل اللي بيبقى قاعد في المدرجات. نطلب من كل جمهور النادي الأهلي الدعوة لهم بالرحمة والمغفرة. خلونا نبدأ حلقتنا النهاردة أولا ومباشرة إلى حائط صد. في بداية كلامي النهاردة وأنا بتكلم مع حضراتكم، لازم نبقى عارفين لما باجي أتكلم عن شخص بتكلم عن صفته الإعلامية ولا أتكلم عن أي شيء آخر. يعني إيه؟ يعني لو جيت اتكلمت مثلا وقلت إن أنا مستاء جدا لما سمعت كابتن مدحت شلبي وهو بيعلق على مباراة النصر والهلال، هذه المباراة الكبيرة العظيمة يوم الخميس اللي فات، لا أقصد إلا كابتن مدحت، لا أقصد أي شيء آخر. ليه أنا مستاء من كابتن مدحت؟ لأنه الحقيقة في هذه المباراة اللي كلنا استمتعنا بيها أو ناس كتيرة اتفرجت عليها واتبسطت منها باستثناء التعليق، واتبسطنا أيضا بتعليق كابتن مدحت بالمناسبة، ولكن أنا معرفش ليه كابتن مدحت بيعمل حاجات غريبة دلوقتي، يعني بتخلينا نبقى كأهلاوية متضايقين شوية. فضل يتريق مثلا على إمام عاشور لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي. إيه اللي دخل إمام عاشور في مباراة النصر والهلال؟ مثلا يعني لما تيجي تتكلم في مثل هذه الأمور يجب أن تعلم أن هناك جمهور أهلاوي وراء هذا اللاعب الكبير، أو مش إمام، أي حد تاني. كابتن مدحت قاعد يقول لك ايه؟ بص يا امام النطه بتكون ازاي؟ شفت سالم الدوسري، سالم بالمناسبه لعيب كبير جدا، قال لك بص شفت سالم عملها ازاي؟ فضل يتريق على اصابه امام عاشور اللي تعرض ليها مع منتخبنا الوطني وادت الى حدوث ارتجاج خفيف. حاجه غريبه جدا جدا من كابتن مدحت. مهما كان اللي عايز تقوله يا كابتن مدحت، انا مش فاهم هو ليه حضرتك بتتكلم عن امام عاشور؟ هو ليه حضرتك بتتكلم عن مثل هذا الامر في مباراه ما ليس لها علاقه اطلاقا، مباراه حلوه ما بين النصر والهلال، احنا كناس كويره وبتحب الكوره بتتفرج على هذه المباراه. ايه لازمته الهزار والافيهات على امام؟ ايه اللي استحضر امام عاشور علشان يتكلم عن هذا الامر؟ يعني ايه الفكره اللي جت في دماغ كابتن مدحت؟ انا مش فاهمها والله لغايه دلوقتي. انا لا افهم هذه الفكره. فكره غريبه جدا في وقت غريب جدا في مباراه غريبه جدا. يعني مباراه النصر والهلال ناديين من الافضل واقوى الانديه في اسيا وفي السعوديه، بتكلم فيها عن امام عاشور في وقعها سالم الدوسري. ايه الفكره؟ مش عارف. كل الناس انتقدت، كل الناس زعلت من الكابتن مدحت ومن الكلام اللي هو قاله. الحقيقه يعني الناس زعلت من الكلام اللي كابتن مدحت قاله، لانه قال كلام ما ينفعش ان هو يقعد يقوله على امام عاشور، في حق امام عاشور تحديدا. يعني وجهه نظري انها سقطه كبيره جدا يا كابتن مدحت على المستوى المهني. وبيني وبينكم الافيه حتى ما كانش لطيف، ما عجبنيش الافيه يعني. طبعا دي حاجه تانية، ولكن بعد اذنك يا كابتن مدحت خد بالك من هذه السقطات اللي بتقعد تقولها، لان انت بتخسر كتير جدا. انت عارف يعني ايه ان انت تخسر جمهور الاهلي؟ موضوع كبير جدا، مش بسيط. 70 80 مليون اهلاوي
زعلانين منك 70 80 مليون بجد، مش هزار، زعلانين. في حاجات لا تعوض بأي شيء يا كابتن مدحت، في حاجات لا تعوض بأي شيء. وبعدين بيني وبينكم مثلا اللي خلاني اتكلم في الامر ده النهارده ايه، ان لقيت الكابتن مدحت برضه معرفش هو ماله مال الاهلي اليومين دول، امبارح وتحت عنوان الست عواطف هو الكابتن مدحت قال كده، كان بيناقش ازمه مؤجلات الدوري، وبعد ما تم تاجيل مباراه الاهلي وطلائع الجيش في بطوله الدوري الممتاز فضل يقول الكره المصريه رايحه وماشيه في سكه وحشه جدا، وان احنا كده بنرجع لورا. طبعا هنا وجهه نظري ان هو هنا كابتن مدحت بيحط السم في العسل. وبعدين قال لك ايه، اصله هنا يا جماعه انا مش بتكلم عن الاهلي، هو مين تاني اللي تاجل له؟ هو مين تاني اللي تاجل له؟ طيب قال لك انا بتكلم على مسؤولي الاتحاد، حضراتكم تعلموا تماما في هذا البرنامج الحمد لله والشكر لله عندما يكون هناك امر يخص اتحاد كره القدم المصري احنا بنتكلم وبنقول ايه اذا كان هناك انتقاد يعني. ولكن هو ليه يا كابتن مدحت حضرتك اتكلمت في هذه القصه لما تم تاجيل مباراه الاهلي وطلائع الجيش بناء على لائحه وقانون؟ هو ليه يا كابتن مدحت ما اتكلمتش قبل كده؟ اللي انا اعرفه ان هو بيبقى عارف، المفروض ان هو بيبقى عارف اللوائح والقوانين. وبالمناسبه في هذا البرنامج من اسبوع او من 10 ايام قلت لكم يا جماعه احنا عايزين ناجل مباراه الطلائع، او مباراه الطلائع الجيش هتتاجل علشان في لائحه بتقول 1 2 3، لان اللائحه بتقول ايه، الانديه التي ترغب في المشاركه في البطولات العربيه والافريقيه عليها الالتزام بالمواعيد المعلنه بالجدول دون طلب ادخال او ادخال اي تعديل على التوقيتات والمواعيد او طلب التاجيل، بحيث اللي جاي بقى هو المهم، بحيث تقام المباراه المحليه للنادي على رابع يوم في حاله اذا كانت المباراه الافريقيه او العربيه خارج مصر، وتقام المباراه المحليه على ثالث يوم في حاله اقامه المباراه الافريقيه في او العربيه داخل مصر. طيب مساء الخير يا كابتن مدحت، الموضوع ليس له علاقه بعواطف ولا جمالات ولا الكلام اللطيف اللي حضرتك بتقوله ده، ليس له علاقه بمثل هذه الامور، ولكن له علاقه بان النادي الاهلي بيلعب في البطوله الافريقيه، وبالتالي بناء على اللائحه اللي حاططها اتحاد كره القدم المصري وليس النادي الاهلي، بناء على هذه اللائحه يحق للنادي الاهلي او يحق للاتحاد، مش للنادي الاهلي انا اسف، يحق لاتحاد كره القدم ان يؤجل مباراه النادي الاهلي، ولو كان الزمالك كان اجل مباراه الزمالك، ولو مودرن فيوتشر كان اجل مباراه مودرن فيوتشر، ولو الفرقه الرابعه بيراميدز كان اجل الفرقه الرابعه بيراميدز، او اي فريق تنطبق عليه هذه اللائحه. ولا هي اللائحه حضرتك بتبقى مقتنع بيها وبتطلع بيها السماء لو في مكان اخر غير مصر؟ أنا الحقيقة برضو يا كابتن مدحت الموضوع بالنسبة لي مش واضح، محتاج أفهمه. طالما لائحة بيتم تطبيقها أنا ذنبي إيه كنادي أهلي؟ على فكرة تأجيل مباراة الأهلي وطلائع الجيش أمر طبيعي جدا ومنطقي جدا وفقا للائحة مرة تانية. اللائحة دي اللي تسلمها نادي الأهلي، كتبت اللائحة في بداية السنة والنادي الأهلي راحت للدكتور سعد شلبي قالوا له من اتحاد كرة القدم استلم الدكتور سعد اللائحة وتم الموافقة عليها. هذه اللائحة بتقول الكلام اللي أنا قلته لحضراتكم، إن الناس لما ترجع من السفر تلعب في اليوم الرابع، وبالتالي مباراة طلائع الجيش تم تأجيلها. يوم 16 الأهلي هيلعب، يوم 19 كانت المباراة محدد ليها، فبالتالي تم تأجيل المباراة أوتوماتيك. وبعدين هو تأجيل مباراة الطلائع والأهلي هو اللي هيعمل الارتباك والأزمة يعني في مشاكل كرة القدم المصرية؟ ما حضرتك شوف، هو مين اللي خلى الدوري 18 فريق؟ وبتعمل مقارنات ما بين مباريات الأهلي ومباريات الدوري الإنجليزي والأسباني يعني، واحنا ما بنشبهش الناس دول يا كابتن،
دول اصلا مخططين من زمان جدا. وبعدين لما حد بيسافر من انجلترا لاسبانيا بياخد كام ساعه؟ او من بلجيكا لاسبانيا بياخد كام ساعه؟ من بلجيكا لبرشلونه 12 ساعه. فيعني دي حاجات كلها بسيطه، لكن احنا بالنسبه 12 ساعه في العربيه، لكن هي ساعه ونص في الطياره. فالناس دي مخططه من زمان وبيطوروا، عندهم اجواء وعندهم السفريات بينهم وبين بعض ساعه وساعتين بالطيارات، غير افريقيا خالص. افريقيا حضرتك اقل بلد بتروح فيها 5 6 ساعات، ده غير الترانزيت اللي ممكن تقعده في كل مطار لو مش طالع بطياره خاصه. ولما نيجي نتكلم هنا، ما تيجي تتكلم عن فساد مثلا في اتحاد كره القدم، هنا في هذا البرنامج بنعمل الكلام ده. انا مش عارف يا كابتن مدحت ايه اللي حصل لك، يعني حاجه غريبه جدا. كابتن مدحت افتكر فجاه الدوري المصري ومشاكل الكره المصريه، ما اعرفش ليه، لانه وجهه نظري انه لا يمكن تفصيل الموضوعات وفقا للاهواء الشخصيه والمصالح، ما ينفعش. طالما هناك لائحة يبقى اللائحة دي يجب أن يتم اتباعها من ال 18 نادي، طالما ال 18 نادي موافقين عليها. والنادي الأهلي ضمن الأندية اللي بتوافق على هذه، أو اللي وافقت على هذه اللائحة في بداية الموسم. فما ينفعش إن أنا أقول دلوقتي أصله التأجيلات، وأصله طلائع الجيش، وأصله الأهلي، وأصله مش عارف مين، وأصله إيه. حاجات غريبة جدا الواحد بيشوفها. أنا بس حبيت أتكلم بسرعة جدا في هذا الأمر. ليه؟ لأنه أنا واحد من الناس اللي بيحبوا كابتن مدحت جدا جدا، ومستغرب من حالة يعني بحب تعليقاته على المباريات الحقيقة، فبستغرب جدا جدا من الكلام اللي هو بيقوله. وأنا هنا بتكلم على التناول الإعلامي، وليس ليه علاقة بأي حاجة أخرى. أنا هنا بتكلم عن تناول إعلامي كبير زي كابتن مدحت في هذه الأمور اللي هو عارفها. أنا اللي مستغرب له إن هو 1000000% عارف الكلام ده كويس جدا، ويملك فريق إعداد قوي يستطيع إن هو يسأل ويعرف الكلام ده مش محتاج إن هو يسأل، يعني الموضوع معروف. فإيه اللي يفتح الأمور في هذا؟ ليه بتفتح الكلام ده؟ على الرغم إن هو لائحة وبيتم تطبيقها. بالعكس، دي في صالح، ده احنا المفروض نطلع نقول النادي الاهلي هايل، ونطلع نقول الزمالك هايلين، ونطلع نقول المدن هايلين والبيراميدز هايلين، ان هم بينفذوا الكلام اللي اتفقوا مع او اللي مضوا عليه في اول السنه. فانا بستغرب جدا مره ثانيه. يعني يا اوسه، كابتن محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى نادي الزمالك السابق، استوقفني تعليق قاله كابتن محمد عبد المنصف، او تصريح ان محمد الشناوي حارس مصنوع مش موهوب، وان الشناوي مش هيكمل في الملاعب لغايه 40 سنه. يعني والله في تعليقات كتيره جدا الواحد ممكن يقولها، وانا تحديدا ممكن اقولها، وحضرتك تحديدا، ولكن انا مش هتكلم في هذه الامور. لكن حضرتك يا كابتن محمد حارس مرمى سابق وفاهم كويس جدا، ما يصحش تقول مثل هذا الكلام على حارس مرمى منتخب مصر والنادي الاهلي. وبعدين يا كابتن، يعني انا اسف جدا، ما حدش طلب منك تقييم لمحمد الشناوي. احنا 70 80 مليون اهلاوي يمكن اكتر شويه عارفين قيمته بالنسبه لنا ايه، وبنعرف نقدر لاعبينا بشكل جيد، وبنعرف نحافظ على لاعبينا بشكل جيد. وبعدين كلامك غير منطقي. الشناوي مش اسلام ولا جمهور الاهلي، افضل حارس مرمى في افريقيا، وواحد من الحراس العظماء في مصر وافريقيا وتاريخ كره القدم المصريه من وجهه نظري، وواحد من ابرز حراس المرمى تحقيقا للبطولات المختلفه سواء مع النادي الاهلي او مع منتخب مصر. فتصريحك يا كابتن محمد هو تصريح غير موفق على الاطلاق. يعني الكابتن الشناوي لو جينا نتكلم عن بطولاته فممكن تلاقيه واخد اكتر من 6 بطولات، ممكن يبقى واخد اكتر من 6 بطولات كتير. فبلاش ندخل في الحته دي، عشان كابتن محمد تحديدا، يعني اذا كنت تريد ان تتكلم عن تقييم فني انت حر، قول اللي انت عايزه. والله الشناوي ما بيعرفش يصد من ناحيه اليمين، ما بيعرفش يصد من ناحيه الشمال، حضرتك ادرى مني في هذا الكلام. ولكن لما تيجي تتكلم تقول اصل الشناوي مصنوع ولا مش عارف ايه ومش هيكمل لغايه 40 سنه، طب لو كمل 40 سنه الناس هتعمل ايه؟
حاجه غريبه جدا. انا تصريحات اليومين دول بشوفها وبسمعها بتزعلني جدا والله العظيم. الناس دي ناس يعني، كابتن مدحت ده واحد من المعلقين الكبار جدا، فازاي بيدخل امام عاشور في مباراه النصر والبتاع ونصر والهلال، وسالم اصله بيقع، فبص يا امام بيقع ازاي، حاجه غريبه. كابتن محمد عبد المنصف واحد من الحراسان الحراس الجيدين في مصر، ومدرب حراس مرمى جيد، واللي انا عارفه ان هو يعني ماشي بخطى جيده في حراسه المرمى، فبالتالي ايه اللي دخل صناعه صناعي وموهوب ومش موهوب والكلام ده كله؟ فخلوني اتكلم مع حضراتكم على خبر مهم تاني، ويمكن كابتن مدحت يعرفه وغير كابتن مدحت. الاهلي فين؟ يعني ايه الاهلي فين؟ الاهلي بيعمل ايه في سمعه كره القدم المصريه على المستوى الافريقي والعالمي؟ الاهلي اللي بنتكلم عنه في تطوير الرياضه في مصر، هو اكتر نادي تتويجا بالبطولات في العالم. الاهلي هو صاحب الارقام القياسيه، هو سبب تواجد الرياضه المصريه على منصات التتويج سواء افريقيا او عالميا على المستوى الكروي في الفتره الاخيره. الاهلي زي النهارده تحديدا، زي النهارده حقق البرونزيه في كاس العالم للانديه. النادي الاهلي هو النادي المصري الوحيد اللي شارك في مونديال الانديه، هو النادي الافريقي صاحب الانجازات في مونديال الانديه. النادي الاهلي حقق البرونزيه 4 مرات. النادي الاهلي بيحتل المركز الثالث في قائمه اكثر الانديه وقوفا على منصات التتويج في بطوله كاس العالم للانديه من بين 42 نادي. فحاجات كتيره جدا جدا تخلينا واحنا بنتكلم نبقى واخدين بالنا. واحنا بنتكلم ما احبش انا حد يجامل حد على حساب حد. اللي عايز يقول حاجه يقولها، واللي عايز ينتقد من الناحيه الفنيه ينتقد. بالمناسبه انا ساعات كتيره جدا بسمع لبعض المحللين او الناس اللي ما بتحبش النادي الاهلي او ما لا تنتمي للنادي الاهلي، وبسمع لهم لان هم بيتكلموا بعقلانيه، فبشوفهم بينتقدوا اداء النادي الاهلي ازاي علشان نحاول نطور من الاداء، يعني النادي الاهلي يحاول يطور من ادائه. وبقوله بالمناسبه لانه قد يكون صحيح، فليه لا اما نسمع بعض ونتكلم مع بعض باحترام؟ ليه بندخل دي في دي وده في ده وده؟ ليه ايه المواضيع دي كلها وليه بيحصل كده؟ تخلوا المواضيع ماشيه واحده واحده، وتخلي الامور ماشيه واحده واحده علشان اهلي وزمالك يفضلوا اهلي وزمالك طول عمرهم، وهيفضلوا اهلي وزمالك طول عمرهم. مهما تتكلم لن تجد زي جمهور النادي الاهلي في مصر. مباريات الاهلي والزمالك هتفضل ديربي مصري كبير جدا جدا في العالم كله، ومن الدربيات المصنفه. كذلك النصر والهلال من الدربيات المصنفه الكبيره في اسيا. فعشان كده خلي بالك من الكلام. طب هو النادي الاهلي خد البرونزيه كم مره؟ طيب نطلع نشوف هذا التقرير عن برونزية الأهلي الثالثة في مونديال الأندية ونفكر حضراتكم بهذه البرونزية. خلينا نروح لرقم تاني مميز عشان الناس تعرف بس مكانة النادي الأهلي، وأن كرة القدم المصرية وإنجازاتها بسبب النادي الأهلي. النادي الأهلي دائما متواجد مع الكبار، ودائما ما يحفر اسمه بحروف من ذهب في سجلات البطولات والأرقام القياسية. النادي الأهلي دايما يحقق الإنجازات التاريخية الجديدة، وخصوصا في هذه الأيام بعد وتحديدا بعدما أعلن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء عن تصنيف الأندية في العالم لشهر فبراير لعام 24. تواجد اسم النادي الأهلي مع الأسماء الكبار بعد أن احتل المركز الرابع زي ما حضراتكم شايفين: مانشستر سيتي، ريال مدريد، انترناشيونال، انتر ميلان يعني، ثم النادي الاهلي، وبعدين بي اس في وبالميراس وبقيه الانديه اللي موجوده امام حضراتكم مره ثانيه وثالثه ورابعه. النادي الاهلي الرابع عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء لهذا الشهر. فبالتالي عندما تتكلم يجب ان تعلم انك تتكلم عن النادي الاهلي، وعندما تتكلم
خد بالك النادي الأهلي عنده إنجازات كثيرة جدا وكبيرة جدا. نطلع نشوف هذا التقرير. والنادي الأهلي هو الرابع عالميا في تصنيف الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. امبارح تم إصدار الستار عن كأس الأمم الإفريقية وفازت الكوت ديفوار باللقب. المدرب المساعد اللي تولى هذه المسؤولية بعد إقالة المدير الفني لكوت ديفوار الفرنسي جان لوي جاسيه، وتم تعيين المدرب المساعد. وأنا الحقيقة بصراحة ببص كده على مشهد تخيلي، لو كان اتحاد كرة القدم قرر إقالة فيتوريا والبطولة شغالة، كان مين اللي هيتولى الإدارة الفنية؟ مين؟ كابتن أيمن عبد العزيز المفروض، من المفترض أنه هو الاسم المصري الوحيد اللي موجود ما بين الأسماء أو ما بين الجهاز. فأعتقد أن ده كان هيبقى مشهد صعب الحقيقة على كل المصريين، خصوصا بعد التصريحات اللي سمعناها من كام يوم لكابتن أيمن. هي بيني وبينكم هي بطولة للنسيان تماما للمنتخبات العربية، مش لمصر بس، ولكن أنا هنا بتكلم عن منتخبنا الوطني. بطولة للنسيان تماما 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 لكل المنتخبات العربية وخصوصا منتخب مصر، على الرغم من أن أنت معاك جيل كبير ورائع من اللاعبين الحقيقة، ولكن سبحانك يا رب. ومرة تانية نتخيل كده بيننا وبين بعض، لو كان اتحاد كرة القدم قرر أو حاول أن يفكر كان هيعمل إيه؟ يا إما كان هيبعت حد من مصر، يا إما كان هيخلي كابتن أيمن عبد العزيز هو اللي يدير المنتخب، هل كان ده ينفع؟ عموما ألف مبروك لكوت ديفوار، ألف ألف مبروك، يستحقوا البطولة. جبناهم من بره حطيناهم جوه المباريات مرة أخرى، رجعوا بسبب هدف غانا في مع مصر، وبالتالي رجعوا واستطاعوا ان هم يؤمنوا بنفسهم ويؤمنوا بحظوظهم ويفوزوا بهذه البطوله، وصحف العالم بالكامل تتغنى بهذا التتويج. نطلع نشوف هذا التقرير عن تتويج كوت ديفوار وصحف العالم بتقول عنها ايه ونرجع نكمل. طيب تقول لي ايه الدروس المستفاده من هذه البطوله؟ اقول لك انه لازم تفضل محافظ على حظوظك وبتامن بحظوظك لغايه اخر وقت، لانه في النهايه كوت ديفوار كانت من الاسماء الكبيره وستظل دائما من الاسماء الكبيره اللي دائما بيبقى عليها العين، ولكن في النهايه كانوا بره البطوله. امنوا بنفسهم وامنوا بحظوظهم مع مدير فني او مساعد مدرب اكمل البطوله واستطاع ان يفوز بها وسط ملعبه او جمهوره او وسط جماهيره في ملعبه، ولكن في النهايه ازاي تقدر تؤمن بنفسك؟ هالر ده زي ما حضراتكم سمعتوا انتصر على السرطان، ربنا يحفظنا ويحفظكم منه، انتصر على السرطان ورجع واستطاع ان هو جاب جون عالمي، الجون الثاني امبارح، الكره اللي اتلعبته بالعرض وحطها يعني ببطن رجله كده او يعني بظهر الجزمه كده حطها في الجون، جون عالمي، جون حلو قوي للي ما شافش الجون امبارح. فالحقيقه يستحقوا ان هم يفوزوا، يستحقوا ان هم يفوزوا. الاستاد كان على اخره وكل حاجه كانت حلوه، يعني ألف مبروك للاتحاد، أو ألف مبروك طبعا لكوت ديفوار. اتحاد كرة القدم النهاردة والشركة المتحدة للرياضة أعلنوا عن إقامة مباراة النادي الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر 2022-2023 في السعودية يوم 8 مارس 2024. وزي ما حضراتكم شايفين ده البيان اللي نزل، ده البيان بتاع الشركة المتحدة واتحاد الكرة بخصوص المباراة وتفاصيل المباراة. وأكد فيها الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد أن هذه الخطوة تأتي دعما لأواصر العلاقات ما بين جمهور. طبعا زي ما حضراتكم عارفين هناك علاقات كبيرة وستظل دائما هذه العلاقات المحترمة والكبيرة جدا ما بين المملكة وجمهورية مصر العربية، وبالتالي تم الاتفاق على إقامة المباراة إن شاء الله يوم 8 مارس القادم في السعودية. إيه اللي هيحصل؟ ربنا يكرمنا، مباراة مهمة، مباراة صعبة، مباراة فيها حاجات كتيرة جدا. نادي الزمالك غير تقريبا من جلده بنسبة كبيرة جدا، النادي الأهلي راجع معاه بعض اللاعبين اللي تم التعاقد معاهم في فترة الانتقالات الشتوية، النادي الأهلي هيكون لعب مباراتين ثلاثة قبل هذه المباراة، وبالتالي
هنشوف مباراه ان شاء الله حلوه تليق بالفريقين الكبيرين سواء النادي الاهلي او نادي الزمالك. ان شاء الله ربنا يعني قدرنا ويفوز النادي الاهلي بهذه المباراه اللي ان شاء الله تكون مباراه للتاريخ. انا حاسس ان المباراه دي النادي الاهلي هيلعب مباراه حلوه جدا جدا، لانه النادي الاهلي معودنا على كده، لعيبه النادي الاهلي معودانا على كده. عشان كده لازم ناخد بالنا المباراه اللي جايه صعبه، مباراه الاهلي والزمالك يعني اللي هي في نهائي الكاس يوم 8 مارس اللي تم تحديدها خلاص يوم 8 مارس، مباراه صعبه جدا جدا. ومين اللي هيكسب؟ ان شاء الله يكون المكسب في حظ النادي الاهلي ويستطيع مارسيل كولر ان هو يضع التشكيل المناسب لهذه المباراه. ولكن قبل هذه المباراه عندنا 3-4 مباريات تانيين، منهم اولى المباريات اللي هتقام يوم الجمعه القادم. الفرقه هتسافر يوم الاربعاء اللي جاي ان شاء الله الى الجزائر وهتلعب المباراه يوم الجمعه، وبعدين يرجعوا بالسلامه عشان يستعدوا للمباراه اللي بعدها مباراه ميدياما الغاني. وبالتالي مباراة برضو بعد فترة توقف طويل، اللعيبة الدولية لسه راجعة، الانسجام هيبقى ما بين اللاعبين عامل شكله عامل ازاي. مارسيل كولر اتكلم عن هذا الامر مع اللاعبين، واتكلم عن ان هو عايز يقول للناس كلها ان احنا راجعين افريقيا وعايزين نفوز بافريقيا مرة للمرة ال 12، وربنا يكرمنا تبقى المرة الثانية على التوالي. فرصة النادي الاهلي كبيرة جدا جدا ان شاء الله في هذه المباراة وفي هذه المجموعة، ربنا يكملها على خير ويستطيع ان يفوز النادي الاهلي في مباراة يوم الجمعة القادمة. وصلنا دلوقتي لفقرة أخبار البيت الكبير، هنطلع نشوف تقرير نعرف آخر الأخبار على الساحة المحلية والعالمية، ومن بعد هذا التقرير فاصل، ومن بعد الفاصل نستقبل النجم الكبير كابتن ماهر همام، كابتن محمد حشيش، أستاذ عصام شلتوت، أستاذ خالد الإدريبي، خالد الإدريبي في ضيافة البيت الكبير. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن؟ اهلا كابتن سلام، حضرتك ايه؟ ربنا يبارك كله تمام. ايضا النجم الكبير كابتن محمد حشيش. ازيك كابتن محمد؟ كابتن ازيك حضرتك ايه؟ ايضا الاستاذ خالد الاتريبي. ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك كابتن سلام، اخبارك ايه؟ كله تمام الحمد لله. واستاذنا وكاتب الرياضي وكل حاجه بقى حبيبك كابتن سلام، ما تحرمش من حضرتك، ربنا يخليك. ربنا يخلي حضرتك تمام الحمد لله، بس بعد النجوم ناقص ان شاء الله واحده هتيجي هتقرب المسافه كده. هتقرب المسافه، عارف لو كان ناقص واحده فعلا لا ما حضرتش. لا مش دول، لا بقول لك ناقص واحده تقرب المسافه، هيبقى في دلوقتي بص خصم كبير قوي. لا لا خالص، لا اقصد للمسافات عشان يبقوا قريبين من بعض. 11 لا احنا سايبين مسافه هنا، عارف ليه يا كابتن؟ عشان نحط ان شاء الله. ايوه ما انا بقول لك محتاجانا بقى، انا قصدي كمل الدايره، بس بدأها بدري قوي. كمل الدايره استاذ عصام، بدأها بدري قوي سخن. يعني احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا بس ونصعد الاول في المجموعات. ولكن قبل ما نتكلم عن دوري المجموعات وعن كل هذه الامور، ولكن خليني اسالكم الاول على كوت ديفوار ومنتخب مصر، هل استفاد من وجوده في هذه البطوله يا كابتن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. احنا يعني بصراحه يعني سؤال جميل يا كابتن اسلام، احنا ما جيناش في البطوله دي بلغه الكوره. يعني انا هتكلم النهارده بخاطر طبعا الشعب المصري والكوراجي، احنا بلغه الكوره ما جيناش. يعني في اوقات كده بنقول لما ما رحناش ما رحناش. ايوه فبطوله غريبه جدا بالنسبه لنا بصراحه، يعني اتصدمنا من خلال الاعداد النفسي والبدني والمهاري والتكتيكي اللي حضرناه مع مستر فيتوريا، والمباراه الحبيه اللي قضيناها معاه، ومباراه الجزائر ثم مباراه تونس، وبدانا نتبشر كده ان احنا رايحين كاس الامم الافريقيه فعلا، عندنا من الطموح وعندنا من الاصرار ان احنا فعلا نجني ثمار هذه البطوله. صحيح. وبعدين سبحان الله يا كابتن اسلام اتفاجئنا، يعني بعد الدوافع اللي حصلت من كل المنظومه الرياضيه، من جهه السياديه لوزير الشباب لاتحاد الكوره لجميع الانديه اللي ساندت الشعب المصري ال 110 مليون اللي كانوا ورا منتخب مصر، وبعدين انطلقنا على كاس الامم الافريقيه اللي موجوده في ساحل العاج. نعم. الغريب بقى كابتن اسلام في هذه البطوله ان احنا فوجئنا، مش عايزين نقول الصغيرين اللي هم احرجوا كبار، بعض الفرق المنتخبات الافريقيه اللي يعني ما كانتش ليها خبره وغير المصنفين موجوده. صحيح. على الساحه بدات تظهر بانياب انياب قاتله، قوة وسرعة ومهارة ولياقة. وتفاجئنا كابتن عصام، كابتن خالد، كابتن اسلام، يا حشيش بفرق يعني ما كانتش على الخريطة
بالنسبة للتصنيف أو كرة القدم، لكن أحرجت الكبار اللي كانوا مصنفين، كل الناس كانت متخيلة أن الثمانية الكبار اللي جايين واحدة منهم هتبدأ تجني هذا الثمار. تفاجئنا بالفرق الصغيرة، أحرجت الفرق الكبيرة، وخصوصا كمان شمال أفريقيا اللي احنا كلنا تفاجئنا من المغرب والجزائر وتونس ومصر بالخروج المبكر. صحيح، والساحة العربية كلها والساحة فضيت بشكل كبير. فأتمنى إن شاء الله أن احنا ننسى البطولة دي بإيجابياتها بسلبياتها بالنسبة لنا احنا كمنتخب مصر، وإن شاء الله بإذن الله احنا يعني عندنا ثقة في الجديد اللي جاي بقيادة الكابتن حسام حسن اللي تنبأ خالد هنا. أنا فاكر كابتن إسلام الأسبوع اللي فات وقال حسام حسن هو المدير الفني القادم لمنتخب مصر. صحيح، بنحييك يا كابتن خالد على كابتن ماهر، ربنا يكرمك. كابتن حشيش، يعني بطولة مهمة، خلينا نبص للنظرة الإيجابية بقى بشكل عام على البطولة الإفريقية، بطولة أمم أفريقيا. أعتقد أن المنتخبات الصغيرة فنيا يعني وليست صغيرة لأي غرض آخر هي الأقرب دلوقتي، أو هي أصبح عندها المفاجأة في هذه البطولة. هو الأهم يا كابتن إسلام إن احنا يعني من الحاجات المهمة في البطولة دي، الحاجة الوحيدة في البطولة دي، هي إنها حطت إيدينا على العيوب بتاعتنا، أكدت العيوب بتاعتنا. يمكن احنا قبل ما نسافر ونروح البطولة كان ناس كتير مش متفائلة ومش متوقعة يعني حاجة كويسة، وكان بعض الأصوات كده من بعيد يعني في نور صغير كده طالع يقول إيه حماس المصريين والمجموعات البطولات المجمعة وحنزيد دور المجموعات وبعد كده الدنيا هتزيد وحنعمل. لا، القصة مش بكده، مش بالحماس وباليلا بينا والكلام ده. القصة دي كلها نتيجة لعشوائية كنا شغالين بيها فترة طويلة، أخطاء كتيرة كانت موجودة سواء الناحية الفنية أو الإدارية، مسابقات في مصر، قطاعات ناشئين، دوري غير منتظم، حاجات كتيره جدا مشاكل مع التحكيم المصري، مشاكل هنا. كل ده ما هو بيصب في الاخر ايه يعني، كل ده بيتعمل عشان تشوف منتخب كويس. صحيح، يعني المفروض ان الحاجات دي كلها بتتعمل وبتتظبط عشان التورتايه او الواجهه بقى بتاعه الكره المصريه هو منتخب مصر الاول. فواضح طبعا بعد البطوله دي ان في اخطاء، وعلى فكره الاخطاء كانت قبل البطوله وبعد البطولة كمان بعد ما رجعنا. يعني احنا بنتمنى طبعا وربنا سهل ان بقى الدنيا تبتدي تتعدل، وبوجود طبعا القرار اللي اتاخد ووجود كابتن حسام حسن يعني يجرب زي ما ناس كتيرة خدت فرصتها، هو كان من حقه برضو ان هو ياخد فرصته، ونتعشم ان شاء الله بإذن الله، بس مع تظبيط بقى الحاجات اللي حوالين كابتن حسام، لان هو مش هيبقى الواحد هو اللي هيمشي في اتجاه لوحده وهيكسر الدنيا، لا، لازم يبقى في قرارات فنيه واداريه ومنظومه كامله تظبط القصه دي خلال الفتره اللي جايه يعني. طيب استاذ خالد، انا هنا هسالك سؤال تخيلي شويه. لو كان اتحاد كره القدم المصري في وسط البطوله كده او بعد المباراه الثانيه شاف ان فيتوريا لا يصلح لمنتخب مصر وأقاله، زي ما الاتحاد الإيفواري عمل، أقال المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار وخلى المدير الفني أصبح هو المدرب المساعد أصبح مدير فني، من كان سيكون مديرا فنيا لمصر في حالة إقالة فيتوريا؟ وكانوا واخدين يا إسلام كمان ده ساحة العك طلعة آخر أحسن توالد، آخر طلعت الأول من البطولة على فكرة. في فرق وقت بسبب الوقت الضايع، هي طلعت الأول من البطولة وروحت ثم عادت البطولة. هدف غانا بالظبط كده. أستاذ خالد اسمح لي بس أرجع بس للسؤال اللي حضرتك سألته في الأول وهكمل على سؤال الثاني، اللي هو هل إحنا استفدنا من البطولة ولا لا؟ أكبر استفادة إحنا استفدناها من مشاركة مصر في بطولة أمم أفريقيا هي الإثبات للناس كلها إن الناس اللي بتدير اتحاد الكرة ما نفعوش يجوا تاني. ده رقم واحد. ده أهم حاجة. لأن ما بني على خطأ فهو خطأ. طب كويس إن يعني هم هيكملوا يعني. لا لا لا. سبع شهور اللي جاي. يعني الأسبوع اللي فات ما كنتش قادر لو قلت لا. ما خلاص هنعمل إيه؟ ما هو أمر واقع. هو الحل الأمثل. أمر واقع. إنما هو الموضوع ما كانش مستني برهان او مستني اي اثبات ان الناس دي ما تنفعش، احنا كلنا عارفين الناس دي ما تنفعش، انما النتائج ظهرت على المنتخب سواء من عشوائيه سواء من
كمان كابتن اسلام وده هنجي لها في الكلام ان شاء الله اثناء الحوار، انه حتى ما فيش فكره الكسوف اللي هو يعني عادي اللي حصل ده عادي، لانه بعد يومين ثلاثه بدات الناس تطلع في التلفزيون وتعمل مداخلات ويتكلموا ويشرحوا ولا كان اي شيء حصل. وده وفي التصريحات اتقالت لابد ان احنا نتكلم عنها ونقف عندها، انما زي ما بقول لحضرتك ان اكبر ايجابيه منتخب مصر استفادها هو اثبات للجميع ان الناس دول خلاص انتهوا من ناحيه الاداره، وان تواجدهم هو مجرد تواجد لجزئيه ان هو خلاص بعد الانتخابات بعد الاولمبياد. صحيح. الموضوع متاح. اما السؤال التخيلي اللي حضرتك طرحته واللي كان من الممكن انه يحصل على فكره، بس ما كانش يحصل مع منتخب مصر، يعني ما كانش يحصل مع اتحاد الكوره، انما لو حصل تخيل يا كابتن اسلام ان اللي كان هيدير المنتخب هو الكابتن ايمن عبد العزيز. الكابتن ايمن عبد العزيز اللي بلسانه وبعظمه لسانه يعني طلع واتكلم وقال ان ما فيش حاجه اسمها تكتيك في كره القدم، او 10% 10% كرة القدم كرة القدم لا تعترف بأي شيء خاص بالتكتيك غير ب10%. الكابتن أيمن عبد العزيز اللي كان شايف إنه مش دور الجهاز الفني للمنتخب إنه يهيئ اللاعبين نفسياً، وإنه هما مش أطباء نفسيين، هما جايين فنياً. طيب لما أنت جاي فنياً يبقى فنياً بتعمل إيه؟ ما هو فنياً يعني تكتيك. إنما ده اللي المفروض لو بالسؤال التخيلي ده اللي المفروض كان هيقود منتخب مصر. طبعا راجل غير مؤهل لمكانه، انما لو جينا نمسك السيره الذاتيه للراجل اللي مسك كوت ديفوار، لا راجل تدرج واخد كان موجود في نيس، كان تدرج في التدريب سواء من المراحل السنيه المختلفه، مسك منتخب الشباب، طلع على الاولمبي، بقى مدرب مساعد للمنتخب اللي موجود. فالراجل عنده خلفيات، الراجل عنده احترافية، عنده تجارب كتيرة جدا. إنما إحنا لما بنختار يا كابتن حشيش بنختار إزاي؟ 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 كده إزاي يا أستاذ؟ بالواسطة بالحب اللي هو إيه؟ بالحب بالتوازنات للدرجة اللي هو لك هات واحد أهلي وواحد زمالك، يعني مفيش حاجة في الدنيا اسمها هات. تعرف مين بكرة مدرب منتخب مصر؟ مين بكرة؟ لا مع كابتن حسام وكابتن طارق سليمان. لا ما اعرفش انا ما يدور هو لسه ما فيش اعلان رسمي كانوا بيتكلموا فيها كابتن اسلام. لا في ما يدور اللي خالد بيقوله هي عايزينها قسمه غرماء بين الاهلي والزمالك. هما كانوا في الاول يعني بدل واحد كبير نفكوا باثنين صغارين بس اهلي وزمالك. احمد كابتن احمد كانوا قالوا نجيب الكابتن احمد الكاس بعد ما كابتن احمد الكاس حس ان هو مش ميال للفكره فقالوا طب نجيب امير عزمي مجاهد ونجيب الكابتن سامي قمصان. فطبعا الموضوع ما نفعش. ده جديده دي ده طرح الكلام. انا سمعت شوقي وسيد كابتن شوقي وكابتن سيد محمد شوقي. لا ده تركيبه ثانيه. لا لازم تركيبه ثانيه. تركيبه ثانيه هي العمليه كلها كابتن سيد معاه واحد ماشي واحد اهلي وواحد زمالك. فهي عمرها ما بتبقى كده وعمرها ما كانت كده، لانك لما عملت كده جبت واحد بيقول لك احنا الكره لا تعترف بالتكتيك. يعني انت ده واحد المفروض كان من الممكن الظروف تخليه انه يقود منتخب مصر في مباراه او مباراتين. صحيح. في وقت من الاوقات لما كان موسيماني بيدرب النادي الاهلي كان في كورونا، كيفن جونسون هو اللي مسك الفرقه ولعبنا كوره كويس لانه راجل عنده خلفيات، راجل مؤهل انه يعمل ده. كان في اختيار. طيب. انما فيتوريا نفسه ما اختارش ايمن عبد العزيز. انا رايك. طيب استاذ عصام يعني خليني ارجع بقى لموضوع اخر وهو موضوع التاجيلات. اذا كان هناك لائحه بتقول انه يمكن تأجيل المباراة إذا كان النادي اللي بيلعب في أفريقيا مثلا بيلعب بره مصر، إذن اليوم الرابع ده موجودة لائحة موجودة جوه مصر. أقولها لك بالنص اليوم ما احنا معانا هتهلنا يا سمير لو سمحت. اليوم الثالث لو جوه مصر. طيب ليه الناس بتتريق على هذا الأمر؟ وليه الناس بتقول في حد أصلا بيدس على الناس إنها تتريق، بينما هي البداية أصلا ببيراميدز على فكرة، لأن هو اللي هيبقى سابق في التأجيل. فالحكايه انا بتكلم على الاهلي وزمالك وبيراميدز ومودرن. انا بتكلم على اللي بيدفعوا في الاتجاه ده. الاربع انديه من حقهم ان يظلوا على عهد مع المسابقات اللي مضوها، وادي اللائحه هي بدات تظهر
على ان تلعب داخل البلاد اليوم الثالث خارج البلاد اليوم الرابع. صحيح. ولو حضرتك فاكر هنا حد كان برضو بيقول هل يمكن يعني ان قلت له الاهلي مدي مش بس وعد مدي كلمته انه طالما وقعنا على ده خلاص لو الثلاث ايام دول في الجغرافيا اللي جايه والتغيرات المناخيه هيبقوا كل يوم هيلعبهم كل يوم المهم ان اسمهم ثلاث ايام ساعه ما مضى. تمام. وبالتالي هنا الدفع دفعا بالنادي الاهلي فحد يقول لك اصله النادي الاهلي اصله الاهلي طب ايه في ايه في ايه يعني حد يفهمك مش عايز يفهمك ارجع لله اقول لك واكمل اللوائح واكمل اللوائح زي بالظبط سؤالك مش بس مين كان ممكن يمسك المنتخب سؤالك عن المرحله راحت بايجابياتها بسلبياتها وايجابياتها لا المرحله راحت بسلبياتها وسلبياتها والقادم ما تضمنش فيه اي ايجابيه اللهم الا حاجه واحده انك جايب حسام حسن عن كتله من السنين ضاعت عليه كان من حقه يبقى موجود الحقيقه يعني صح. لديه خبرات متعاظمه حتى لو قلنا ان جزء من المشروع بتاع حسام حسن انه من كتر الزو وزو مس على اخونا وليد الفراج زيو وحسام حسن زيو قال لك يا عم هات وخلاص خلصنا يعيش بقى يعيش يعوم يعوم ما يعرفش يعوم ملناش دعوه فالتالي بقى في الامر ايه؟ ان حتى لو فتره الحمايه دي حصلت هتبقى بقوه من الجهاز اللي لازم اي جهاز غيره يبقى زيه ولازم اي تخطيط يبقى ليه ملحقات في الناشئين والشباب والله من غير فلسفه لكن انت جايب لي حضانه بس عشان طفلة ولد متأخر يومين أو بدري يومين لا طب كسبنا إيه بقى ولا أي حاجة وبالتالي ما يحدث الآن هو قنبلة دخان وساعات خالد ليه تعبير ظريف كده أما بلتقيه يقول للعصفورة إيه يعني فكرة إيه بص العصفور إنك بص العصفور إنك أنت تعمل حالة كده عشان تخلع من حاجات تانية اللي هي المحاسبة عما فات لأن على الأقل المحاسبة الفنية لا أتهم أحد في حاجة والعزم لا طبعا محدش يقدر يقول على ناسنا كده لكن المحاسبة الفنية خاصة إن حتى الجزء المادي وأنا مال أنا والصرف ولا السرق ما إذا كان كده كده أهدر نعرف حتى مين اللي أهدر يا أخي فإذا كان ما عندوش جنائي يبقى عنده إنه ما يجيش هنا تاني أو مالوش دعوة بالفلوس خلاص بقى يشوف أي حاجة غيرها يجي الصبح مدام أزمته إنه لازم يعدي من شارع صالح سليمة أو شارع الجزيرة عشان يعدي على المبنى العتيد ده يعدي يا عم وراح اي مشوار من غير ما يعرف ويشرب الشاي برضه ويش يا عم موافقين على حساب حسابي والله خمس سنين ماشي ربنا يدينا ويديهم طول العمر والصحه وبالتالي بس الدوره اربع سنين ما هو قادم يا عم وسنه من عندي عشان يعملوا انتخابات تخيليه برضه فما يجوش الاهم من كل ده انت بتستعد لايه خلال الشهور المقبله انت عندك ما تبقى مباراتين هو حد يقول لك مش ذات اهميه والكلام ده مش انا مش قصدي كده لكن مباراتين باذن الله جايين خلي بالك اللي بيقولوا لنا اللي بيقولوا لنا مع احترامي حتى لو فيهم خبره اصل انت فاكر الراجل ده ايه اللي حصل ده الراجل ده لعب ماتش الجزائر ايه عيد تاني كده ماتش ايه الجزائر المباراتين اللي جايين جينا لا المباراتين اللي جايين اللي هم في تصفيات كاس العالم بوركينا لا استنى انا بس اقول على حاجه ان الناس يعني بتقول ايه سيبك من سهل وصعب عندنا مباراتين وخلاص لازم اي حد هيجي يلتزم بيهم انا بحسب جايين دي اللي احنا نكسبهم يعني لا طبعا جايين علينا عشان لان بعد اللي احنا شفناه يجي وقتهم لانه انت لما قلت الجزائر لا ساعتها انا اتخضيت هكمل ليه لانه في الاخر احنا كسبنا الجزائر لان اللعيبه قالوا لبعض تعادلنا او تعادل يعني ما كنا كسبانين جول انتوا ناركم مش معدي لو روحتوا بعد ماتش تونس ولا تقول لي بقى الراجل تكتيك من البرد ولا تكتيك من الفنيات ولا تكتيك من اي حاجه اللعيبه عارف الله يرحمك كابتن جار في 98 كان بيقول لبعض اللعيبه البيضة يشتغل لو خرجنا هكذا يبقى بيض وقوطه مع الفنيات بقى ده المعلم طبعا. لكن انت النهارده عايز تقول لي ان الماتش ده ما لعبناش هنلعب زي ازاي ده هم اتحطوا في مقنع اما كلنا الثلاثه من تونس ثلاثه الكرويه يعني وبالتالي انتفض اللاعبين والراجل وقف من بره هاي هتلر وخلاص طب ايه وبعدين هو النجاح هو استمراريه ما ده اللي بقوله لحضرتك اصل يعني مش ماتش ان انا اكسبه ان انا ابقى كويس اتناقش ما دي كملت الدخان عمال اتناقش ام الراجل ايه اللي حصل هو كان كان ماشي فين ولاعب مين لا بالظبط وبامره ايه تمام فما هو قادم مباراتين هنكتزهم بحسام بروح اللعيبه وان كان طبعا اتمنى ان تجربه حسام يكتب لها النجاح وهو كمان لازم يخلي باله في حاجات بقى خلاص ما تنفعش انت كبير قوي وكبرت قوي انك قائد منتخب مصر فنيا بقى مش على مستوى الشارع وبالتالي خلي بالك برضو في حد هيسيب لك كده شويه حاجات لكنك مش شايفها وبالتالي لا الموضوع محتاج ان احنا نبدا باذن الله تعالى نناقش احنا عندنا سيستم ولا لا
احنا عندنا ما يؤدي حتى علشان الست شهور اللي جايه دي يبقى فيها الله عليك يعني انا اشكرك كابتن. هو ده النهايه، ان بعدنا ست شهور يصلح نلاقي في نهايه الممر بتاعهم شيء ايجابي عايزين نوصل له. على فكره انا هتكلم، لا معلش انا هتكلم في النقطه دي بس، لا بس دي نقطه مهمه جدا فتحها استاذ عصام، لانه في تحضير من دلوقتي لما هو قادر. طبعا واخد بالك؟ طبعا طبعا هنتكلم عن التحضير وايه اللي جاي. اتفقنا ان اللي جوه ده يبقى امل مصر اسمه، مش اي حاجه ثانيه. شايف ده جزء يعني من ده عملنا ان احنا نقول احنا هنشوف ايه اللي هيحصل وكيفيه التحضيرات لما هو قادم ما بعد الست شهور القادمه بالنسبه لاتحاد كره القدم المصري، وايه اللي بيحصل، ولكن بعد هذا الفصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. قبل ما نتكلم في هذه الامور يا كابتن ماهر، برضه عايز اسالك عن أهم أسباب الأزمات اللي بتحصل عندنا في الدوري خلال هذه الفترة. أول فترة يعني دايما أزمات الدوري يقول لك إيه؟ تلاقي ماتشات بتتأجل زي ما بيتقال، خلي بالك ما هو عايز يوديك في سكة إيه؟ في سكة إيه؟ هي النادي الأهلي بيدمر كل حاجة، بيكسر كل حاجة. فيعني أزمات بتحصل يعني، والدنيا مع إن الدنيا ماشية وجهة نظري. وإحنا بقالنا فترة كابتن إسلام على الأزمات دي، وكل سنة نقول إن شاء الله بإذن الله هنبدأ نحل الأزمات دي، هنبدأ نصلح من الأزمات دي. منها بدأ بداية المسابقة، إحنا بقالنا سنين ما بنعرفش المسابقة تبدأ إمتى وهتنتهي إمتى. وبعدين مش الدوري الممتاز بس، والممتاز به، والمرحلة الثانية والثالثة، وقطاع الناشئين بنعاني بشكل كبير جدا على تنظيم الجدول ده. صحيح. وبعدين تبص تلاقي يعني، أنا مثلا عن تجربة عشتها في النادي الأهلي ست سنين مع الألمان، مع هولمان وتسوبل، اللي كان بيجي لنا الثلاث أربع أسابيع الأولانيين، فالراجل أنت عارفين الألمان أو الراجل الخواجة بيبقى جاي معاه الخريطة بتاعته طول السنة هيشتغل إيه من إمتى لحد ما ينتهي. فالراجل لما قعدنا معاه قال لنا بقى يلا بقى قولوا لي بقى عشان نسكن التدريبات والوحدات والحاجات. فاحنا قلنا له اللي وصل لنا ثلاث اسابيع بس من الراجل اتصدم فوجئ، قال لك الله كويس ما جالوش جلطه. معقوله يعني احنا ما فيش تنظيم او ما فيش جدول موجود في المسابقه بيقول انا هبدا امتى وهني امتى؟ فقلنا له مع الاسف مش موجود، احنا هنضطر نشتغل معاك بالقطعه حته حته لما يجي لنا حاجه هنبلغك بيها. الحاج محسن طنطاوي انا اسف قال ساعتها في احد يعني اجاباته، قال ان الراجل مع الصدمه، بس طبعا الحاج محسن ما كانش عايز المشهد يبقى كده لبلده. قال لك الراجل فكر ان مصر العظيمه دي الحكايه دي بس هتاخد لها نص الموسم ولا حاجه وبعدين تتعدل. ففوجي اكتر لما عرف ان هي دي الحدود. ثلاث سنين هولمان وثلاث سنين صبحي. يعني ست سنين بنعاني. سنه كام؟ التسعينات ولا ده ببدايه اواخر التسعينات يعني بدايه 95 96 96 فبرضك من ضمن الحاجات اللي كانت محزنه بصراحه. بس شوف الكلام اللي بيقوله كابتن ماهر ده كان من امتى يا كابتن اسلام؟ 95 امبارح، اللي هو امبارح بقى مش بعيد 30 سنه يعني. الحاج عمرو حسين طلع قال اشك ان الموسم ينتهي في الميعاد. هو قال كده بناء على مين؟ ده انا اقول لحضرتك الحاجه بقى، في نفس امبارح برضه رئيس ضابطه الانديه قال له لا كلام الكابتن، كلام الحاج عمرو حسين، لا اصل اختلط عليه الامر، لا وانا بقول للناس انه هيخلص في نفس التوقيت. ده الاثنين اللي على ترابيزه واحده مختلفين في الدوري هيخلص امتى، ده بيقول مش هيخلص في ميعاده وده بيقول هيخلص في ميعاده. متخيل القصه ماشيه ازاي؟ متخيل احنا واصلين فين؟ فطبيعي ان في ناس برضو خلي بالك مش مركزه في اللي جاي، يعني مش مركزه في اللي بيحصل دلوقتي، اللي هي مركزه في اللي جاي اكتر. مين اللي مركز في اللي جاي؟ هما يعني في الست شهور اللي جايين بقى عايزين يعملوا ايه؟ للكوره ولا لمين؟ للانتخابات يا استاذ. طيب يا كابتن شوف نفهم بس نازل لنا عم فايل الانتخابات. عديت انا كابتن محمد حشيش خلاص عديته. لا نرجع له لا انا مش عايز ارجع له. يعني الحقيقه صعب لغايه اما نجيب جبت اللفه الانتخابات. يلا هي المساله موضحه بس. اصل في ناس من دلوقتي، انا اقصد ان في ناس ما عنديش مشكله، لكن انا اقصد ان في ناس من دلوقتي بتقدم نفسها كرئيس للاتحاد. طب انا يا عم اول واحده ازكيهم في اكتر من كده. اوكي هنعمل زي ما الكبير الاهلاوي بيعمل. بيعمل ايه؟ يعملوا حكايه الثلاث ايام اللي قلت لك، لو جه تسونامي ده وخلى الثلاث ايام بفرق العمله يبقوا يوم هيوافق برضه. احنا هنزكيهم
بس هل هم هيعملوا اتحاد يبقوا ما بيتكلموش اللي بيتكلم في الكوره لجنه فنيه مرحب. او نخلي الناس شهود عليهم يا عالم. هل هم هيخلوا ضمن الترابيزه اللي بالانتخاب ان اللي يجي يمسك ملف التسويق مش واحد يتسمى من المجلس، لا، اما شركه او حد في الماركتنج اللي هو لما تقول له هديك 100 جنيه يقول لك عايز 80000 جنيه عشان هجيب لك 80 مليون جنيه. هل هم هيرضوا ان الحكم يبقى حكم محترف ويبقى في جمعيه حكام وجمعيه مدربين رابطه انا اسف ورابطه للطب الرياضي ورابطه للتغذيه ويبقى في من ضمن 5 روابط من دول 3 روابط فيهم تمثيل مش ليهم هم يعني منهم يرشحوا ناس تنتخب عشان يحافظوا على شكل الاداء ده. هل هم يخلوا رابطه الانديه كل واحد يرشحوا نادي بشرط ان مش هم برضو اللي بيعوا الدوري؟ وانا عشان حشيش وامام والكابتن والاستاذ رشحوني في الرابطه انا اللي بيع ازاي؟ وانا دي شغلتي في بقى. انا جيت رئيس اهو ما شاء الله سيادة الرئيس اقعد اروح قاعد اروح جايب ناس بقى شغلتها تبيع وتشتري عشان يعرفوا يبيعوا له الدوري ويعملوا الحاجات دي يا جماعه. فكرني بمشهد في فانا إيه؟ انا موافق خلاص اللعب مع الكبار واشيل لهم البتاع دي ليفت. والاستاذ عادل امام وهو بيقول انا هحلم عارف اللي عارف هحلم هحلم ويضرب بالنار هو اصل خلي بالك ما هو صعب عمال يحلم هو صعب خلي بالك نفذ لك رغبتك مصر تستحق كده لا هو يستحق يا سيدي ومصر تستحق الحلم بس الناس تقدر تحقق الحلم بالظبط كده. وبعدين يا كابتن خالد لو انت عايز تنجح يعني باخد الدراسه بتاعت الاي دي يا كابتن عصام يا كابتن اسلام لو انت عايز تنجح فانت تجيب بدك القصور اللي موجوده عندك بناس تقدر تزودك وتقدر تنجحك يعني صح. مثلا انا راجل كمدير فني مثلا عندي قصور مثلا في تكتيك اجيب راجل بتاع تكتيك رقم واحد يقدر ينجحني في الجزئيه دي. عندي قصور في اللياقه البدنيه اجيب واحد مثلا بتاع احمال او راجل معد بدني قوي يقدر ينجحني. هو ده كابتن اللي احنا ده اللي بقوله حضرتك كابتن ماهر. المشكله في القصه احنا دي مش بنطلب تطوير احنا بنطلب ان اتحادنا يبقى زي اتحادات الدنيا كلها. احنا بنسبق خطوه عن خطوه. الاختيار السليم ممكن يوصل يؤدي الى حاجه انما الاختيار الغير سليم عمره ما هيؤدي لحاجه لو انت حطيت بقى مساعدات الدنيا والدوله ساعدت. لا احنا مش عايزين مساعدات ولا دوله، احنا بنقول في طبيعه اختيارك هتيجي بس عشان تعمل ايه. بس مين اللي بيختار؟ الجمعيه. جمعيه ايه؟ جمعيه الاستهلاكيه ولا جمعيه الايه؟ اه والله طيب. جمعيه الاستهلاكيه يعني ما هي مهمه دي يا جماعه. الاختيار الاختيار الاشخاص واللجنه او اتحاد الكره مجلس اداره اتحاد الكره اللي يجي يمسك العناصر تبقى عامله ازاي؟ المجموعه جمعيه المفروض جمعيه. طيب جمعيه العموميه. طيب جمعيه العموميه انديه واحنا طيب عارفين أنا بقى كل أنا بقى كلنا أكمل بيتم الاختيارات ازاي يا جماعه. المشروع كما يحدث في العالم ما اللي انا قلته ده عشان كل الاسماء دي لما زيهم بره بيبقى ياخد الواجهه وكل حاجه وتضيع الوقت بتاعه بيترد له في واجهه اجتماعيه بس يجيب بقى المتخصصين. بقيته بقى ان ما حدش بيساوي بين انديه الدوري البريمير ها صوت زي مركز زبط. شباب زبط. حشيش شلتوت ليميتد ما ينفعش. ما ينفعش لا ما ينفعش ما ينفعش لا خالص طبعا خالص. ده صوته ده صوت ازاي خالص يعني صوت النادي الاهلي زي صوت لا ده يروح يصوت ويعيط ويعمل كل الحاجات دي في التراب هناك في حته ثانيه. لكن كده. هنا لا هنا في اصوات محدده بتجيب الناس اللي هتبيع المنتج ده طبعا وتسوقه لان دي صناعه الامن القومي طبعا. والبهجه عشان كده وكل مجموعه وكل شخص ما يجي يشوف البرنامج ويناقش البرنامج وناس متخصصه تناقش الراجل اللي جاي مرشح نفسه ده يشوف البرنامج بتاعه ازاي وهينفذه ازاي. صراحه انا ضد البرامج اللي تتناقش. انا عايز واحد يجي معاه نسخه من اي اتحاد كوره في الدنيا ماشي عنده بريمير وسكوندو وترسو تمام ونقعد كل واحد ياخد ورقه. معاك واحد زي ده يا عم هنجحك معاك واحد زي ده هنجحك بس بالعربي معاكش واحد زي ده لا وهنفذه ازاي. انا شنو نقول لي اعمل لائحه عشان انا اللي اقول مين يبقى كذا ازاي يا عم انت بتعرف حاجه غير اللي هنفذه ازاي هنفذه ازاي بس الضحك ها احلام وانت اللي تاخد الطلقه انا مالي يعني هنفذه ازاي ماشي جبت حتى من احسن حته في الدنيا برنامج بس انا هنفذه ازاي وعندي القدره انا كشخصية وكتفكير وإن أنا أقدر أنفذ الكلام ده ولا لا؟ ما دي مهمة قوي عندي. والناس اللي معايا ما هو أنا مش هحقق الكلام ده أو هنفذ الكلام ده لوحدي يا أستاذ صاب. لازم زي ما أنت بتقول من شوية أنا راجل في إداري على درجة عالية جدا جدا في راجل فني موجود في عضو من الأعضاء
الراجل بتاع ماركتنج كذا راجل كذا. وقتها نعمل ايه بقى؟ وقتها نروح للاستاذ حسين فهمي. اه ما دام بقى خلينا في القصه اللي هو المسؤول الكبير، نقول له خلي بال سيادتك الناس دي اللي بتعمله مش هو ده الورق ده يا فندم مضروب. وجالنا مكالمه في الحلم الورق ده. والله العظيم ما هسكت، والله ما هسكت يا استاذ. زمايلنا في الشمال العربي الافريقي، ومش عارف مش قادر اقول الحمد لله انهم خرجوا، عشان ما حدش برضه جمهوري يفكرني فرحان في الاعلام. لا 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 خالص، انهم بقوا زينا يعني طبع. لان كانوا عمالين يدوني درس يعني، اخد انا لازم احبهم اكتر. يدوك درس ايه اللي بتعملوه في مصر ده؟ بقى بيوكلها لك انت كاعلام في الاخر، لان هو ما سكتش في المغرب وما سكتش في الجزائر وما سكتش هنا وما سكتش هنا. فاحنا مش هنروح نكلم المسؤول. مع الفارق كمان في الامكانيات بيننا وبينهم، المفروض ان احنا امكانياتنا البشريه والماديه والفنيه والكوادر اللي والناس اللي موجوده احسن مليون مره كمان، والبنيه التحتيه ما شاء الله، البنيه التحتيه والتعداد احنا زي ما كنا بنقول في الحلقه اللي فاتت الاسبوع اللي فات، كنت بقول لحضرتك احنا بندور في نفس الدايره. ده بياخدنا لتصريحات الاستاذ محمد ابو الوفا امبارح، كان بيتكلم ومرة واحدة تطوع سيادته وقال ايه المشكلة لما يكون حازم امام تاني مشرف عام على المنتخب تاني، انه كان مشرف دلوقتي تاني عودة تاني يعني دلوقتي تاني تمام. يعني الاستاذ محمد ابو الوفا تخطى فكرة انه اصلا المفروض يحتجب شوية كده ما يتكلمش او يطلع يواجه الناس، لا ده هو طلع واتكلم وبيزكي حد. اصلا الكابتن حازم امام ما اتكلمش لحد دلوقتي من ساعه ما خرج، الكابتن حازم امام نفسه ما اتكلمش ولا برر ولا اعتذر ولا لا اي حاجه. انما الاستاذ محمد ابو الوفا تطوع منفردا في انه بيعرض ان المنظومه اللي شايفها كانت ناجحه، انه يرجع الكابتن حازم امام ويفضل موجود مكانه كمشرف عام على المنتخب، كحلقه وصل بين مجلس اداره اتحاد الكره والجهاز الفني للنادي الاهلي، الجهاز الفني للمنتخب مصر. فهو شايف انه عادي ان الكابتن حازم امام ما عندوش مشكله وما عندوش ازمه، وان هو لم يتسبب في اي ازمه ويكون موجود. برضو الاستاذ محمد ابو الوفا امبارح تطوع برضو واتكلم وقال ان الاعلام، احنا الاعلام هو سبب ازمه محمد صلاح مع الجمهور. قال كده. طبعا انا عايز اسالك سؤال تاني خالص، سواء بيني وبينك برضو لما تيجي تبص في حته تانية، لما تيجي تبص على اللي بيقول اللي حصل مع محمد صلاح، ما انت هتتضايق. ما هو راح في حته تانية برضه. اتضايقنا طبعا، ده هضايقك دلوقتي اكتر. ضايقني انا اسف. ليه؟ انا اسف اتفضل. بس من الاستاذ محمد الوفا مش مني، لما قال طب ما هو محمد الشناوي ساب معسكر المنتخب ومشي والناس ما زعلتش وما عملتش في الشناوي زي ما عملت محمد صلاح. ده فرق كبير جدا، فرق كبير جدا. الكيس دي حاجه تانية خالص. ده عضو اتحاد كره على الهواء بيتكلم وبيستدعي حالتين، المفروض بيقول للناس زي ما هاجمتوا محمد صلاح روحوا هاجموا محمد الشناوي. ده المفروض بيستدعي حالتين، ما فيش بينهم اي حاله من التطابق اصلا، ولا بيستدعي حاله المفروض ليها تدخل جراحي عاجل علشان يكون موجود. ونسي الاستاذ محمد ابو وفا، نسي نفسه لما كان محمد الشناوي في البطوله اللي فاتت جات له اصابه عضليه زي اصابه محمد صلاح ورفض انه يمشي في المعسكر وفضل قاعد. فضل قاعد. هو انا عايز اسال سؤال بس صغير كده يعني. من رفض المغادره، ورفض المغادره، هو اللي رفض المغادره. هنا بقى القياس يا كابتن اسلام، دي اصابه عضليه ودي اصابه عضليه، ممكن اقعد ولا لا؟ دوري. خلي بالك احنا ممكن نختلف في هذا الامر كمان، لان انا كنت من الناس اللي شايفه ان محمد ما فيش مشكله ان هو يمشي باستثناء ان هو كابتن منتخب. لا، قائد المنتخب لابد ان يكون حاضر. هو مش كابتن عادي، لا لابد ان يكون حاضر. الشاره انتزعت واختصرت في محمد صلاح، مش عشان ياخد العلم والتوس، لا موجود في كان لازم يبقى حاضر. لا بس كان له دوره الواضح يعني. لا انا مش معك. كان لازم يبقى حاضر. ماشي يكمله. يكمله كابتن اسامه. احنا لكن مين انا بشوف مين يقدر اللي ملوش دور؟ مين ما يقولش ان ده يكون احفادي واولادي والعرب والعالم كله؟ لكن ما دي برضه بتمن. هي دي الفكره. بقول على عضو مجلس اداره، ما عشان كده بقول لحضرتك احنا في نفس الدايره، نفضل هم دول الناس اللي بيفكروا، هم دول الدايره دي هتخلص لما الناس دي تمشي، وفي ست شهور اللي جايين دول ما يكونش فيه مشرف، لا مشرف ولا مجلس اداره ولا الجهاز الفني يشتغل يشوف وراء ايه فنيا واللي هم يعوزوه ينفذوه. كابتن خالد انا عايز اقول لحضرتك حاجه. طب وبعد كده اختياراتنا كابتن اسلام للناس اللي جايه بعد كده،
ما هو مش يعني اختياراتي ولا اختيارات حضرتك. ما هو ده، ما هو جمعيه عموميه كابتن اسلام. ما احنا لسه القصه اللي احنا كنا بنتكلم فيها. بس انا بقول لك هناك جمعيه عموميه، الجمعيه العموميه لازم تروح كل الخبرات اللي موجوده فيك يا مصر حاليا قاعدين في البيت، اذا كانوا اداريا او فنيا. فالنهارده احنا بنطلب من الجمعيه العموميه ان الخبرات اللي موجوده ديت اللي اكتسبت السنين اللي فاتت، ما بتقدمش نفسها يا كابتن، ما بتقدمش نفسها يعني اتحاد الكوره يعني ولا اتحاد الكوره. كابتن اسلام انا نفسي اقول حاجه، بقالي خمس دقايق عايز اقول حاجه يا جماعه. يعني في كوادر خبرات كبيره جدا جدا وخدمت هذا طبعا المبنى العظيم طبعا، مع الاسف مش موجودين على الساحه وما لهمش اي دور ولا حتى الناس بتفكر فيهم او حتى بتستعين بيهم كخبراء او كمستشارين. فمع الاسف فيعني نتمنى ان الفتره اللي جايه دي الست اشهر يكون بالنسبه للجمعيه العموميه اللي جايه يبقى في فكر. معلش ايه اللي هيختلف؟ كابتن ماهر، كابتن اسلام انا عايز بس اقول حاجه فضل. يعني تعباني بقالي شويه عايز اقولها يعني. الف سلامه يا كابتن. اي حد بيجي الاتحاد او بيجي في اي حته في مصر عارف انه مهما بيعمل مفيش حساب. يعني هل انت سمعت في يوم ان في كشف حساب عن الفتره الماضيه كانت ايه؟ عارف الكلام بيتقالك ايه؟ انت سمعتها ازاي؟ لا بس هقول لك. عارف الكلام بيقول لك انا متطوع يعني ايه؟ يعني انا مش عايزها، نفسي تتغير المتطوع لا بغض النظر ان احنا مش عايزينها ونفسنا تتغير. ولكن انا بتكلم هنا عن منطق بيتم الرد بيه. المنطق اللي بيتم الرد بيه يقول لك يا جماعه انا متطوع. ما هقول لك بقى الحل، ما هو ليها حل. اسمع بس كابتن حشيش، وانا اقول لك انا متطوع. طيب. لكن انا هو ايه اللي يجبرني ان انا اعمل كده؟ هو انا بحاول اعمل حاجه للبلد. خلي بالك يمكنه متطوع، خلي بالك. ما هو المتطوع ده حتى اكمل لك النقطه. طيب. عشان تبقى حاجه بتتكلم فيها. يقول لك ايه انا ساعتها هو انا يا جماعه اللي انا بحب بلدي بطريقتي دي، وجهه نظري ان انا مش انتوا. انا يروح يالف اغاني بقى بحبك يا مصر، مش في اي حاجه كابتن اسلام اللي هي متعلقه بشكل بلد ومصير بلد. انت بتتكلم على شخص معين ولا بتتكلم بشكل عام؟ لا بشكل عام، احنا بشكل عام ان لازم يبقى في كشف حساب. يعني ايه يعني المتطوع ده مثلا يعمل اللي هو عايزه؟ لا ليها حل. لا ما هو لا بص لا بص لا هو ليه يعني اسمها متطوع؟ عشان هم برضه بيرقصونا بدي بلغه الكوره، ان هو اصلا بيدخل انتخابات للاقتراع عليه. أيوة. تمام. لكن هو الجمعيات بنت جنيه، ليه بتاع الناس كالناس، فهيروح عاملين ايه ما يسمى مخصصات من اول الفيفا وانت جاي. مقات في سوريا حوالي 400 وحاجه، حتى لو لينا مندوبين بيقفشوا القفش. القفش ليجل جدا بالمناسبه. أيوة. محترم جدا. لا والاجمل عايز تروحوا معاك حد من القرايب في كراسي للاسره. والله العظيم ما بهزر. أيوة. أيوة. والله قري ودولي. عشان ما حدش اللي هم بيروحوا اقول له بقى ده بقى منبثق عنه اتحادات اهليه، عشان ما حدش برضه يطلع يقول لك انت بتقول على الدولي والقاري. لا يا حبيبي، والجزائر والمغرب ونيجيريا وكوت ديفوار كلهم خدوا النسخه دي من قرابه العشر سنين على الاقل. تمام. وبالتالي مخصصات واصله في الكاف لحاجه و50، واصله في بعض الاتحادات في القاره جوه ال 15 و8 وحاجه كده. ممكن ابقى اجيب لكم ده يعني. تمام. ليه؟ عشان الجماعه تحس انها دافع، فيقوم مجزز على اسنانه وانت بتقول له هارد لك المره دي. هارد لك؟ لا تعالى بقى. لا تعال تعال. ثانيا غير مسموح لسعيد لقجع لفوزي لقجع للسيد فوزي لقجع غير مسموح له انه يفتي، لازم يجيب لجنه فنيه. هو رئيس الجامعه المغربيه طبعا. غير مسموح له طبعا. ان الراجل اللي على يمينه ده النائب بتاعه لازم يكون قريب منه. واذا كانت اللجنه ده الاسلوب العلمي بقى، ده الاسلوب العلمي طبعا. واذا كانت اللجنه الفنيه دي لجنه سوريه يعني ايه؟ يعني انا عايز لجنه فنيه، حاضر هجيب لك لجنه فنيه. هجيب اسلام ومحمد وعلي وحسين موجودين، بس مين اللي بياخد القرار في الاخر؟ معروف مين اللي بياخد القرار في الاخر. اذا كان هناك فلان رقم واحد يعني في اتحاد الكره مثلا، هو واحد اللي بياخد القرار. تمام. يعني وبعدين لجنه فنيه، معلش يا استاذ عصام، انت هنا بتكلمني وكلمنا على اتحاد الكوره، لجنه فنيه ايه؟ بقول مثلا دي كلمه لسه مثلا في كتير. اتحاد الكوره لا، انا بجيب مثلا اقرب مثلا لينا اتحاد الكوره. انت بتتكلم على مثلا مين؟ اسماء زي حازم امام، اسماء زي محمد بركات، اسماء زي مين تاني؟ لو مين تاني اللي بياخد القرار التاني المفترض انه ما يعرفش هو خد ايه؟ لا دول مش لجنه فنيه، اللجنه الفنيه مالهاش دعوه باللي لاعبه. لا والمفترض ان انا ما اعرفش ان انت رصيد تراكمات لتراخيص من ضمنها. يبقى نرجع للخبره اللي كانت. ايوه ما انا بقول لحضرتك. طيب ما ده اللي هيجيبه اللي نجح، مش انا اسف، ده ما يقعدش على الترابيزه، ده اللي يشتغل بيد يا استاذ عصام. الاسماء اللي خدهم اللي طبعا بيتكلم طبعا يا كابتن اسلام، هو مش اتقال على العقد الاخير ده احنا ما كناش نعرف ان في كذا وكذا وكذا. لا سيبك من اللي بيتقال يا كابتن، ما هو اللي بيتقال ده معروف لانه مش كل اللي بيتقال صحيح طبعا. في الاخر في حاجات قد
تكون صحيحه وقد تكون خاطئه، احنا ما نعرفش انه هو مين اللي يعرف العقد ده، مين الليجل القانونيين اللي موجودين هم اللي عملوا العقد مع الاتحاد الكوره فقط لا غير. طب وهل القصه دي لما بتتعمل اي خطوه بتتعمل في الاتحاد مش المفروض الشفافيه تبقى موجوده وحد يطلع يقول لنا متحدث رسمي يقول احنا تعاقدنا مع فلان الفلاني عشان مشروع او خطه كذا 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 في المقابل الماديات أرد كذا 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 أرد عليك. لان ده مال عام. ارد عليك يا كابتن. طب انت ما كنتش بتقول الكلام ده من الاول ليه؟ انت جاي تقوله دلوقتي بعد السنه ونص ما الراجل كان قاعد، ما قلتش الكلام ده من يوم. قلنا يا كابتن قلنا ازاي اتعاقد مع فيتور 4 سنين ونص. لا بس قلنا مش انت، ولكن كان في ناس مثلا انا بسمع ناس دلوقتي تقول ايه مش حضراتكم، ولكن يقول لك ايه اصل فيتوريا. طب ما فيتوريا كنتوا حضراتكم بتقولوا عليه ان هو كويس. انا ما قلتش مش انت يعني اللي قالوا. انا بسمع الكلام ده اللي قلت قبل ما انتوا انا بقول ايه انه كانت في ناس تقول لك ايه طب ما يا جماعه ما. وبعدين بيني وبينك انت لما تيجي تقرا السي في بتاع فيتوريا هتقول اه مدرب كويس جدا، ولكن اللكن بتاعتنا كانت كلنا ايه الناس اللي ما تدربش منتخبات ناكلها ناكلها. اسلام ما هي الاراء مختلفه لسبب، لان برضه هنرجعها للانتماءات. في ناس تقول لك لا ده كويس عشان الاختيارات جايه من اتجاه معين. لا انا ما بشوفش ان ده صح. ما هو مش صح. ما هو خلي بالك، ما واحد هو مش صح بس ده اللي بيحصل. واحد زي مش صح بس ده اللي بيحصل. واحد زي كابتن ايمن عبد العزيز قلب الموضوع اهلي وزمالك. بالظبط. مش صح. هو ده غلط طبعا. اهم حاجه طبعًا. او اكتر حاجه انا شايفها غلط طبعًا. اتقالت في هذا اللقاء غلط جدا جدا، انه ما ينفعش تقول ان انت عشان زملكاوي فانت بيتم مهاجمتك، وده مش صحيح. ترسخ العصبيه والقصه ونرجع تاني نعمل. ما ينفعش نقول نفس هذا يعني وجهه نظري يعني طبعا اكيد اللي انا بتكلم انا معاك في الحته دي، بقول لك لان كل واحد بيفكر على حسب كذا، يقول لك لا ده لا بس صام جاب واحد وانا بحبه يبقى لا الراجل ده كويس. تمام. بعض مشكله الاتحاد اللي هم اللي عندهم خبره كان يقول لك ايه انا لازم اجيب حد يكون عنده خبره المنتخبات. ماشي. طبعا نرجع للاسماء اللي حضرتك بتتكلم عنها. بالظبط. عشان يقدر يساعدني في المرحله اللي انا جاي بخطط ليها. الناس دي زمان كانوا بيشتغلوا شويه ممكن شويه حاجات تانية واجهه اجتماعيه وكذا، ولو ان ده مش عيب، لكن دلوقتي يا كابتن ام المصائب الكرويه في مصر ايه بقى؟ ان انت من جيلكم لغايه دلوقتي كل التطوير حصل من مدربين دخلوا القاره، منهم الراجل شايفر الالماني على حسب ما افتكر اللي جه مع الكاميرون زمان ومكمل وغيره ودي صبر، كل حد دخل القاره وعشش ليه بقى شيخ طريقه هنا بقى من قبائل الواو الواو، يعرف يعديك المحيط ويعديك من التماسيح ومش عارف ايه زي افلام اسمه ايه ده جيمس بوتر. هاري بوتر. لا جيمس بوتر. هاري بوتر. هاري بوتر بتاع اولاد الجمال ده. تمام. وبالتالي انت بقى ما ينفعش تجيب دول هنا في مصر، عارف ليه؟ لانه هيبان ان مفيش حاجه اسمها ب 150 الف دولار. والله العظيم ولا ب 100، والله العظيم ولا ب 80. ايه بدليل ما هو انت تخيل. ما هو مثلا انت من ضمن الحاجات يا خالد اللي احنا هنسمعها الفتره الجايه ده يسمح لو كان هناك تم الاختيار على ان هو المدرب القادم مدير فني اجنبي، هل كنت ستسمح انت كرجل اعلامي واستاذ عصام احد هل كان سيسمح ان المرتب بتاعه يزيد عن 70 80 الف دولار؟ لا بس هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. ليه؟ ما على فكره الاسماء اللي الناس كلها بتتكلم عنها دلوقتي، الاسماء اللي وصلت النهائي، الاسماء اللي وصلت قبل النهائي كلها اسماء لا تتعدى ال 50 الف 50 و60 و70 ما فيش 70 ماشي. بسيرو كان لا ده كان بسيرو قبل البطوله وبعد كده خلوه 35 وصل 35 هو بيوصل للمباراه النهائيه. الفكره يا كابتن اسلام مش احنا هنسمح ولا لا، احنا ما بنسمحش بحاجات كتير وبتيجي برضه يعني. لا ولكن لما يبقى عندك دور ان انت تسمع ان في مدرب بيعترف يعني مثلا لما تيجي تتكلم عن هيرفي رينارد ماشي لانه ده لا انا موافق انا ما انت بتسمع بعد ما الموضوع لا بيخلص. انا موافق انا فهمت بعد هنا الموضوع بقى بيخلص. ايه هنا بقى اعمل ايه؟ يشتمل العقد على عقد كامل الاحترافيه بمعنى بس دي عمرها ما شفتها. انا جاي لحضرتك اهو ان هو ب 60 شويه مع بطولة كذا ب 80 ايوه هو ده أيوة جمال بالماضي يا جماعه عشان ما يضحكوش عليكم 40 60 120 لما جاب البطولة في مصر عدى بعد كده مع كاس عالم واختبارات اخرى 210 ويعتبروه عشان ايقونه ولا هي دي المشكله يا استاذ عصام ب 120 بدانا من 120 وصلنا ل 200 وفوجئنا ان الاثنين المدربين كانوا قبل كده مع منتخب مصر لما راحوا في البلد الشقيقه مثلا زي الدوري السوري على كوبر يعني اكوبر فوجئنا ب 30 و40 لا وجيري لما مشي من هنا وجيري نفس الكلام لما مشي من هنا راح خمس كابتن الفكره كلها برضو يا كابتن اسلام كمان يعني احنا فوجئنا بالعقد عارف عقد فيتوريا
اللي يمسك عقد فيتوريا ويفصصه كده، انا نفسي افهم. ما هو برضه خد بالك كابتن اسلام، وهو الجهه الاداريه برضه ليها هنا دور، دور اساسي. اه عشان كده ارجع شويه بقى في الحته دي اللي انت بتقولها، مين اللي بيعمل العقد؟ الاول مش ناحيه فنيه بس، اكمل دي النقطه دي مهمه جدا. اربع سنين ونص دي مده معديه مده مجلس اتحاد الكوره مبدئيا، فعلشان اخد موافقه ان اخلي العقد اربع سنين ونص لازم ارجع للجهه الاداريه ووزاره الشباب والرياضه، والجمعيه، وزاره الشباب والرياضه بس بيستاذنوا الجمعيه اصلا. انا نفسي افهم كيف اعتمدت وزاره الشباب والرياضه عقد لوي فيتوريا بكل الموبقات اللي فيه؟ مش ممكن. ما هو يا كابتن دلوقتي، لا هو انا المطلوب مني ان انا ايه يعني، ان انا اعمل ايه؟ مش اعترض يعني، انا بتكلم على اعترض طبعا على مده العقد انها بعد فتره. امال هو القانون مجلس الإدارة. القانون ادالك ليه ان انت اللي تديله الاجازه في فكره انه طالما معدي مدته؟ ما هو بص يا كابتن، اربع سنين ونص ده انت ما بتلزم المجلس اللي بعدك باستمرار العقد. اقول لك على حاجه خطيره قوي، اقول لك على حاجه. عشان كده هنا لوزاره الشباب والرياضه دور قوي ورئيسي في ان هي تعترض على بنود التعاقد، ترجع له العقد، تقول له لا انت عامله اربع سنين ونص ليه؟ ما تخليه سنتين، ما تخليه يجدد تلقائيا. وساعه الفلوس، طب انت ازاي سايبه؟ انت ازاي سايبه ب 200,000 دولار؟ ليه 200,000 دولار؟ طب ايه رايك؟ يورو. طب ايه رايك؟ ده جزئيه ثانيه. 200,000 بس قالوا له ما تقول لنا ديكومنت تثبت انه بالضرايب بتدفع عن 200,000 دولار، ومحدش يسالني على حاجه. في جزئيه مهمه ثانيه، حد يجيب لنا ورق ان في ضرايب بتدفع على 200,000 يورو. ضرايب في البرتغال يعني؟ في مصر. في مصر؟ هو يدفع في البرتغال ليه يا عم؟ ده في جزئيه ثانيه. حد يجيب لنا ورق، لو انا الاداره التعليميه دي اقول لهم انا عايز ورق ان الراجل ده بيدفع ضرايب عن توتال مرتب 200,000 يورو. ده دي جزئيه. جزئيه ثانيه والمهمه جدا برضو في هنا، انا مدير فني منتخب مصر، انا مش منتخب مغمور، انا منتخب منتخب قوي، منتخب كبير. الطبيعي ان التارجت بتاعي او المستهدف بتاعي ما يقلش عن نصف نهائي بطوله افريقيا. طبعا ده الطبيعي. طبعا فلما اعمل عقد اسيب لنفسي فرصه خلاص، طبيعي لو انا بفهم. مين قالك ان ما كانش فيه؟ مفيش فرصه خلاص. مين شفت؟ مفيش. قالوا كده، هو الراجل طلع، وكيل روي فيتوريا طلع قال كده، قال بس قبل البطوله. انا مالك، انا باخد دايما العكس. هل تعلم وكيل روي فيتوريا طلع قال بالحرف الواحد ان من قبل بطوله افريقيا لو كان يرغب اتحاد الكره في اقاله روي فيتوريا كان يتحمل الاربع سنين ونص؟ ما هو بتوقع. ما هو ممكن سؤال بس، ممكن اقول لك على حاجه؟ انا اطلع اقول زي ما انا عايز. طب ما يردوا يا كابتن. طب ما يردوا، محدش بيرد. طب هنعمل ايه بقى؟ يعني نقف نندى طول النهار من تحت يا حاج يا جمال يا حاج جمال، حد يرد علينا ومش مركبين تكتفونا. فهنا بقى، هنا بقى ازاي انا كوزاره شباب ورياضه يعني اوافق على جزئيه ان انا مش سايب ده؟ لا، ما لزمتش المدير الفني انه جلال القادري في تونس على فكره. كده طلع قال كده، هو انت في نصف النهائي، عقدك مش هيكمل عشان انت في نصف النهائي. هم هو كلام مهم جدا، نتمنى ان احنا خلال الفتره اللي جايه دي بالنسبه لاتحاد كره القدم وكل المسانده طبعا. سجل دي عندك بس فضل. باسمي عشان ان شاء الله انا مسؤول عنها. حد يجيب لنا ورق نعرضه في اي مكان يعجبه ونلف بيه كل اعلام مصر انا والراجل ده، اذا كان هناك راتب لمدير فني اسمه محمد سيد محمود علي فيتوريا بيدفع عن 200,000 يورو لمصلحه الضرائب، او يجيبوا لنا تكتفون ننده على الحاجه جمال يرد علينا. وال200 دول يمكن بعد الضرائب. ايه بعد الضرائب؟ يمكن ال200 دول بعد الضرائب. صحراء المبنى بعيد بالظبط كده على طريق الاسماعيليه. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد الفاصل ده هنرجع نتكلم عن النادي الاهلي اكتر. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، برضو زي ما احنا متفقين دائما هي حلقه للنقاش، يعني خلال الفتره اللي فاتت عوده الدوري بقى، مع عوده الدوري وعوده كره القدم المصريه مره اخرى بعد هذا العرس الافريقي الكبير الحقيقه، كاس الامم الافريقيه وفوز الكوت ديفوار. شايف عوده الدوري هتبقى عوده من وجهه نظرك شايفها عامله ازاي؟ وما سيكون اكثر الانديه المستفيده من على الاقل بطوله الرابطه؟ هو كابتن اسلام، عوده الدوري بالنسبه للنادي الاهلي باول مباراه طبعا بطوله افريقيه مع بلوزداد، شباب بلوزداد الجزائري،
دي بطوله ودي بطوله، ولكن انا بتكلم بشكل عام الاول. يعني عوده الدوري يا رب نستفاد بقى من 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 الدروس اللي احنا شفناها في كاس افريقيا، وشفنا عناصر اللعبه بشكل احترافي. يعني شفنا حكامنا المصريين بشكل مختلف لاول مره من فتره طويله جدا. بالظبط، حتى كمان التحكيم زي ما حضرتك اشرت، التحكيم كان يا كابتن اسلام على اعلى مستوى حقيقي. مباريات تحكيم والمناخ، تصدق يا كابتن مير فعلا التحكيم الافريقي كان مستوى عالي جدا في هذه البطوله، والفار كل يعني التحكيم، منظومه التحكيم بشكل عام، على الرغم من اسماء يعني الحكم طبعا الموريتاني اللي حكم المباراه النهائيه لحال حكم رائع بعد 30 سنه كده. ايوه، ما انا بقول لك يعني ده لما الحكم، انا فاكر لما حكم كلنا استغربنا قلنا هو ده مين لسه. ايوه صح، للاهلي كمان، الفرق اللي شاركت كابتن اسلام يعني متعتنا بكرة القدم الحقيقية من ناحية اللياقة البدنية، من ناحية القوة، من ناحية السرعة، من ناحية الأجسام، صحيح، من ناحية التكتيك كمان. يعني تبص تلاقي كل الفرق بتلعب في نص ملعبها وهي بتدافع، تلاقي تقارب الخطوط الثلاثة قريبين من بعض بشكل منظم. مدربين بيستفيدوا يا كابتن هم بيتفرجوا على الماتش، مدربين كمان يعني هيدور المدربين بعد كده، لأن نجاح الولاد دول أو نجاح الفرقة دي وراه هيد كوتش. لا، المدربين اللي بيتفرجوا، المدرب اللي مش في البطوله بيستفيد، اللي بيتفرج طبعا اكيد هيبان يعني دروس هيبان استفاد ولا لينا كلنا. يعني حتى كمان يا كابتن عصام، الحاجه الجميله الجمله اللي بتتعمل من المدافعين، الباص الطولي اللي ورا مدافعين الخصم، شوف الدقه في المدافعين لما بتتعمل في الاهلي، يقول لك الراجل كولر بقى بيلعب واحده بس. يعني من ضمن الحاجات اللي بيلجا ليها المدربين الباص الطولي الخلف للمدافعين ورا مدافعين الخصم، صحيح، المساحات الفاضيه. وبعدين لما يخش التلت الهجومي، اتفرج على مفاتيح اللعب بقى، الجمل التكتيكيه بقى، من الاطراف بتتعمل ازاي، من العمق بتتعمل ازاي، التصويبات بتتعمل ازاي، الوان تو بتتعمل ازاي، التمرير بتتعمل ازاي، الخلق مساحه بتتعمل ازاي. يعني كل فنون التكتيك في كره القدم في التلت الهجومي شفناها في معظم الفرق الافريقيه. وبعدين الجرأة الهجومية، الكثافة العددية، الكور الثابتة، يعني الروح القتالية العالية، كل الفرقة يا كابتن إسلام سبحان الله شفنا روح قتالية عالية وبذل من المجهود والدوافع عشان الناس عايزة تكسب. فدي كانت سمة من ضمن السمات اللي احنا مفروض بقى نبدأ زي ما كابتن عصام كمدربين نبدأ نشتغل على الحدث الجميل اللي شفناه في كأس الأمم الأفريقية في الساحل العاج. هل ده ممكن يا كابتن حشيش؟ والله نتمنى، يعني هو يعني هل ده ممكن ان انا اشوف زي ما الاستاذ عصام قال، زي ما الكابتن مال بيتكلم، انه هل من الممكن يكون هناك استفاده من مدربين الدوري المصري ومديرين فنيين للدوري المصري؟ والله بص، هي اللي احنا شفناه من البطوله، يعني اللي احنا شفنا حاجات كتيره جدا حلوه نقدر نتكلم فيها بعد بكره فنيه. يعني اللي عايز يتعلم والمجتهد هيقدر يستفيد من البطوله دي. شوف الفرق اللي هي نماذج حلوه، سواء الصغيره اللي شفناها بمنظر مغاير خالص وحاجه جامده جدا، او الفرق اللي اخفقت، انت بتشوف اداره المباريات. انا كمدرب بقعد اشوف المدرب ده، يعني مواقف كتيره، سواء في بدايه التشكيل، سواء مثلا لما كان مغلوب عمل ايه بعد ما كان خسران مثلا، لما كان مدير فني وبعدين او كان مدرب مساعد بقى مدير فني مره واحده. يعني انت فاهم ازاي؟ حتى في الوقت الاضافي بيعملوا ايه، ضربات الجزاء واختياره للناس اللي بتشوط، الحراس اللي صدوا ضربات يعني اللي عايز يتعلم هيقعد يفكر في الكلام ده كله، صحيح، ويبص على المباريات ويبص على كذا. حتى التحكيم، ما هو برضو الحكام اللي هنا برضو يتعلموا من الحكام بتوعنا اللي راحوا، ومن الحكام التانيين اللي كانوا موجودين، الفار، كل حاجه. بصراحه اللي عايز يتعلم هيدور على الحاجات الكويسه وياخدها، ويبعد عن الحاجات اللي هي نص نص. أوكي. اللي بيتفرج بقى كده يعني زي بعض الناس اتفرج بس على حاجه كده خلاص، يبقى مش هيتعلم. يعني كيف ننظر للدوري وعوده الدوري من الناحيه الصحفيه يا استاذ خالد؟ انا شفته من البوست اللي عمله النهارده رابطه الانديه المحترفه، وهي كاتبه عوده اخطر دوري في العالم. عارف فعلا؟ والله كاتبين كده، يعني عارف ده والحقيقه ده دي سخريه بالنسبه لنا مش مقبوله.
رابطه الانديه ما اعتقدش ان هم بيسخروا. هو بص غير موفق، انا ما اعرفش ممكن ده تصنيف جديد غير موفق. نعم. تصنيف جديد ده هو احسن واجمل واكثر. هو انت فين؟ ان استظرف يعني توصل لك ازاي خير؟ ده اسمه استظراف. اسمه استظراف. بس خلي بالك هل ده سوشيال ميديا اكتر؟ سوشيال ميديا بغض النظر. عندك حق طبعا، ده متحدث رسمي باسمي، كل ما يحمل اسمي ده يعبر عن سياساتي طبعا. ففي الوقت اللي فيه مقارنات بتتم بين الدوري المصري والدوريات الاخرى والدوريات الحوالية اللي بتتقدم، هل مثلا حد شاف في الحساب الرسمي لرابطه او للدوري السعودي بوست بالشكل ده، للدوري الاماراتي بوست بالشكل ده؟ انا ما تقوليش ما تقفش عند دي، لا اقف عند كل حاجه، اقف عند طالما انا عايز اطور وعايز اشوف الدوري واجود من المنتج بتاعي. لما المتحدث عني طلع بيقول لي عاوز اخطر دوري في العالم، ده مش مجال الاستظراف. مفهومه بصراحه، ده مش مجال الاستظراف خالص يعني. مش مفهومه ومش من حسن الطبع يعني ان حد يقول لك ما تعدوها بقى، ما ينفعش. قادرين نفهم منها حاجه يعني. يعني انا ما فهمتش ده ايه. انا ما عاوز الدوري، ممكن تعرفوا كده يقول لك ايه، ما هو اخطر دوري في العالم. علينا بقى من صحتنا مين بقى الناس بقى لو طب ما يكمل طب يعني اخطر يعني في المشاهده ولا اخطر؟ لا هو عودة اخطر دوري في العالم اللي هو يعني هي طبعا هي كلمه على سبيل الـ الاستظراف. هو افيه سخيف مش افيه يعني زي الافيهات اللي كنا بنسمعها يعني. يلا لا بس مش افيهات كابتن عصام، استاذ عصام. لا لا استاذ عصام بيضرب افيهات داخليه ومش عارف يتكلم من اول حلقه. افيهات استاذ عصام هو عارف انا بتكلم عن افيهات. ف يعني لا الدوري طبعا الدوري المصري يستحق ان يكون افضل من الحاله اللي هو عليه، لان لو بنتكلم على فكره كابتن اسلام، لو بنتكلم فعلا في امكانيات فنيه او الدوري ده لو تصور بشكل مختلف وعلى ملاعب بشكل افضل من كده بهبابه والله العظيم يعني كل حاجه ناقصه هتفرق معانا بشكل كبير جدا. احنا مش محتاجين فعلا ان احنا ندفع ملايين كتير في استقطاب لاعبين. على فكره احنا عندنا لو ركزنا شويه في حاجات كتير جدا على الدوري. لا مفيش مانع. لا هو قصده على نقله نظام، ان انت هتبقى زي لو هتيجي ما يخرج لك ناس يا كابتن. زي اتكلم على جزئيه مهمه جدا يا كابتن، كفايه الجمهور يعني نكون مصدرين مش يعني مستوردين. لو الجمهور يعني رجع يا خالد اعتقد ان اللي انت بتتكلم فيه ده كله هيفرق كتير جدا. وبعدين خلي بالك انت دخلك دلوقتي استاد العاصمه الاداريه الجديد، بنيه تحتيه رياضيه في مصر الجديده طبعا بس عايز اروح بقى. عايز اروح. عايز اروح. برافو عليك. يعني عندنا احنا كنا سامعين ان المباراه دي كانت هتتلعب في الـ تصورت انه اعظم تدشين للمشروع كتنميه للدوله. مش في ماتشات كتيره خلي بالك، مش مشكله اللي جاي تاني الموضوع يبقى افضل من وارد. اتفضل. فاتمنى ان هو يكون اخطر دوري في العالم فعلا بشكل حقيقي، ما يكونش بشكل ساخر، بحاجات بسيطه ممكن احنا نشتغل عليها، بس بالتاكيد مش بالناس دي. خلاص انت مقتنع بقى؟ خلاص يعني هو 6 شهور وشكرا. استاذ عصام، ما يحدث في الدوري العام المصري خلال الفتره القادمه؟ ويعني بكره في 4 ماتشات او ماتشين هنتكلم عنهم فنيا اكتر، ولكن كيف تنظر لهذا الدوري او اخطر دوري في مواعيد اخطر دوري في العالم محدده؟ اخطر دوري في العالم طبعا ده كله بيتكلم الزملاء كلهم اخطر دوري في العالم. مستر اكس كان مستر اكس يبقى الدوري بتاعنا اسمه مستر اكس. مستر اكس اعتقد ان محتاجين الاخ اللي ركب تكتفون ده عشان يسمعنا نقول له طلع حد يقول انه الدوري ما تبقى منه باذن الله تعالى سيتم تطبيقه طبقا لجداول واعلنها. معلش تعالى معانا بتاعت الرابطه يا استاذ عصام. ايهم بقى اي حد فيهم؟ انا ما اعرفش الا البيت ده بصراحه. فيطلعوا لنا حد من اي دور يرد، يطلع يا ابني هنا اصل عمك مش هنا، اروح طالع له مش مشكله. تطلع يدي لك لائحه للمسابقه للاعلام حضرتك عشان ننشرها لك، ومواعيد اكتب جنبها نهائيه عشان احنا اول ناس هندافع عن خروج اي نادي عن مسؤوليه ان يحتاط، خاصه وان الاهلي مقدم نموذج بتاع 3 أيام و4 أيام. انا كنت بتكلم، انا عايز اسال الاستاذ عصام على انه ليه ما بيطلعوش اللائحه دي للاعلام؟ يعني ليه ما يبعتش البيت الكبير والبرنامج كابتن شوبير وبرنامج كابتن سيد عشان ما نسيبش اجتهادات بعد كده؟ ما تسيبش دليل وراك. لا ما هو ما لها بتطلع اكتر رجل في العالم ما يسيبش. مستر اكس ما كانش بيسيب دليل وراك. مستر اكس لا يترك احد وراه. خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل كلامنا، ولكن هنتكلم اكتر عن النادي الاهلي.
اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. النادي الاهلي في خلال هذه الفتره كيف ترى او كيف رايت استعدادات النادي الاهلي خلال الفتره اللي فاتت لما هو قادم؟ يعني اخر حاجه طبعا بالنسبه للصفقات الجميله اللي احنا قدرنا يعني نختارها بعض اللعيبه كراس الحربه الراجل الفلسطيني اللي جه وسام ابو علي وعمر كمال اللاعب طبعا منتخب مصر بكرايف السابق. فانا شايف كابتن اسلام يعني النادي الاهلي طبعا احنا اتاثرنا هنتاثر في المباراه دي. نعم والزنفولي حارس هنتاثر برضك يا كابتن اسلام فنيا ليه؟ لان احنا برضك الفتره اللي فاتت دي ما كناش بنلعب مجموعه المنتخب كانت موجوده المحترفين موجودين في كاس الافريقيه والبعض الناشئين والبعض اللعيبه اللي كان مستر كولر في المعسكر بتاع المعسكرات مع فرق. يعني انا شايف طبعا هنتاثر فنيا بشكل كبير جدا لان احنا كنا نهينا بشكل ايجابي ووصلنا بدرجه اكتر من 75% من الناحيه البدنيه من الناحيه الفنيه من الناحيه التكتيكيه. وبناء عليه كسبنا السوبر وسوبر كسبنا المركز الثالث في كاس العالم للانديه. طبعا احنا عارفين ان احنا رايحين لمباراه صعبه يهمنا جدا ان احنا نكسب المباراه عشان يعني نبقى 8 نقاط نبعد خالص على المنافسين اللي حوالينا. معروفه مباراه شمال افريقيا اذا كانت الجزائر او تونس او المغرب بيبقى فيها طابع الدوافع طابع الحميه خصوصا الدوري الجزائري او اللعيبه الفرقه اللي بتمثل الجزائر بيبقى عندها نوع من الحميه والاصرار والعزيمه واللعب بقى اللي فيه التحامات قويه. انا شايف المباراه طبعا هتبقى مباراة صعبة على الفرقتين لكن مستر كولر خلال الفترة اللي فاتت عودة المحترفين وعودة اللعيبة لعيبة المنتخب لكن في بعض الأماكن طبعا فيها إصابات وفيها إجهاد ممكن مابقاش موجودة في تشكيلة النادي الأهلي. احنا عرفنا في أكتر من 8 لعيبة مصابين من زي الشناوي مثلا طبعا اصابته مع محمد عبد المنعم نفس الكلام. لا كوكا محمد عبد المنعم سليم محمد كويس الحمد لله يعني كان في كلام لكن نتمنى طبعا ان المباراه دي ان شاء الله مستر كولر يبقى الاستراتيجيه والاعداد ليها ان احنا باذن الله لو ما كسبناش ناخد اللي بعد كده اللي هو التعادل ونبعد خالص عن ان شاء الله فريق بلوزداد الجزائري. كابتن حشيش الناس مشتاقه للنادي الاهلي ناس بتتكلم عن النادي الاهلي وتنتظر النادي الاهلي يوم الجمعه القادم هل ده بيمثل ضغط على اللاعبين من وجهه نظرك؟ طيب قبل ما اتكلم بس على النقطه دي عايز انت قبل الفصل قلت موضوع رجوع الدوري وكده المفروض ان احنا نهتم خلال الفتره اللي جايه بقى بجميع عناصر نجاح بطوله زي بطوله الدوري لان هو ده الاساس في شغل بقى المنتخبات او في شغل حسام حسن انتظام البطوله التحكيم الكلام ده كله هو اللي هيطلع لعيبه يختار منها وخصوصا ان هو عنده افكار وعنده عايز يغير في حاجات معينه وعايز ينزل على حسب ما سمعت يعني في تصريحاته ينزل بالاعمار السنيه يعني في حاجات يعني معينه. فلازم يبقى في كل حاجه منضبطه خلال الفتره اللي جايه يعني. اما بالنسبه للنادي الاهلي انا كنت اتمنى ان كان يطلع الظروف بس كده ان النادي الاهلي يلعب مباراه مثلا في الدوري قبل ما يروح افريقيا لانه راجع بعد فتره اعداد في دبي مجموعه انا بقول لك كنت اتمنى لو كان الوقت يسمح يعني ونسمع المنتخب وكده ان النادي الاهلي له بوصله معينه او له ساتلايت معين لازم يبرمج لعيبته بقى كلها اللي جايه من المنتخب والصغيرين واللي موجودين يرجعهم تاني بقى لايه لاتجاه النادي الاهلي وشكل النادي الاهلي وثقافه النادي الاهلي وفنيات النادي الاهلي لانه رايح على مباراه برضو بره مصر وصعبه مع فرقه يعني ماشي كويس في مشوار البطوله خلال دور المجموعات كسبانه 3 مباريات ما غلبتش الا ماتش واحد متعادله ماتش بتعرف تجيب برضو اهداف يعني ففرقه جامده وعندها شعبيه كبيره وعصبيه في التشجيع ومباراه بره بتبقى برضو غير الاجواء المصريه. فنتمنى طبعا من النادي الاهلي انه يعني دي بدايه مرحله جديده سواء بقى في افريقيا او سواء الرجوع لبطوله الدوري البطوله الاساسيه ياخدوها بكل تركيز يبقى فيه لم الشمل يعني
سواء اللعيبه بقى اللي راجعه من اصابه، راجعه من المنتخب برضو. أيوة. الناس اللي في المنتخب برضو عايزه تتظبط برضو شويه بنتيجه الاحداث او بعتبره اخفاق حصل هناك للمنتخب مش لعيبه الاهلي، يعني ان شاء الله كولر بقى والجهاز يقدروا يظبطوا الفرقه بحيث انها تبقى بدايه كويسه مع النادي الاهلي. وفكرنا ان كولر اول ما جه مسك الفرقه كان اول مباراه ليه في افريقيا، اول مباراه رسميه ليه في افريقيا خارج مصر وكسب فيها، فان شاء الله باذن الله التاريخ يعيد نفسه ونكسب المباراه دي. يعني استاذ خالد بالنسبه للماتش الاهلي والماتشات ماتش صعب طبعا، خاصه ان احنا بنتكلم في ان بلوزداد بيلعب في الدوري بقاله فتره واخد حسيت المباريات، فكره الانسجام والتجانس ما بين اللعيبه موجود بشكل كبير جدا. النادي الاهلي على فكره عنده مشكله بيحاول يحلها مارسيل كولر في كثره الاصابات، خاصه في موضوع الاجنحه، عندك كريستو مصاب، عندك يعني عندك وسام ابو علي مصاب، عندك بيرسي تاو لسه انت مش عارف اموره ماشيه ازاي من ناحيه حتى نفسيا الاجهاد. طبعا فعندك لسه رضا سليم لسه راجع من الاصابه، ديانج فديانج لسه برضو راجع من يعني كان عنده الم بسيط في الركبه، هيكون موجود بس برضو في شويه قلق. فانت الراجل لسه بيتحسس بالظبط كده. فانت عدم وجود الشناوي برضو خالد ما تنساش برضو بدايات افريقيا، فطبعا احنا كنا ثقه في طبعا شوبين ان شاء طبعا الله طبعا. انما احنا بنتكلم في اجمالي كفرقه، يعني هتشوف تشكيله ممكن ما لعبتش مع بعضها بشكل كبير صحيح كشكل اساسي، فده برضو عامل ان احنا خلينا نكون يقظين اكتر، عندنا يعني تركيز اكتر وشغل فني من مارسيل كولر في توصيل فكره للعيبه دي اللي هي اول مره تقريبا. في هتشوف تشكيله ممكن ما تكونش لعبت مع بعضها قبل كده بالزبط في المباراه، وبالتالي دي عناصر لصعوبه الماتش، انما انت دايما بتراهن على خبره لعيبه النادي الاهلي، على والخبره دي تشيل اللعيبه الصغيره بقى بالظبط بالظبط، وروح لعيبه الاهلي بتفرق طبعا في مباراه زي كده. استاذ عصام، في مثل هذه المباريات دايما النادي الاهلي بينظر الى المكسب في مثل هذه، حتى لو بره ارضك او جوه ارضك، ولكن في النهايه بينظر النادي الاهلي، هل النادي الاهلي يملك الادوات اللي تسمح له بكده خلال مباراه بلوزداد في ظل هذه الاصابات وفي ظل هذا كله؟ الاهلي اشتغل على ده من الموسم اللي فات تحديدا، من الانتقالات اللي هي تشبه انتقالات يناير دي اللي فات. صحيح فاتوا في فكره الفرد وقتها، اللهم الا لما حصل على توقيع مودست، لكنه الاهلي الان ملتحم باثنين وثلاثه. وعلى فكره موضوع الزنفولي وعمر كمال عبد العزيز ليس عجلة منهم أو من أمرهم، يعني الإدارة والرجل، لكن كان للمكونات اللي حضرتك بدأت سؤالك بيها، هل يستطيع الأهلي المحافظة على مقدراته الفنية حتى بعد كتلة من المباريات جاية، وعنده أفريقيا وعنده الدوري المحلي، وهو حلم بقى عدم التنازل بسهولة تاني عن الدرع اللي عشان لما يروح عند حد يعرف أنه ما بيجيش كتير أكيد 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 يعني. وبالتالي لا، هنا المؤشرات الأولى بتقول إن الأهلي قادر، الأهلي فاعل جدا جدا، أصبح الآن لديه فكرة إن كل مركز فيه اتنين على الأقل، نمرة واحد وواحد أقل منهم مفيش، يعني مفيش ما يكملش رأس دبوس، وبالتالي ثلاثة أماكن يعني ثلاث لاعبين لمركز، ده معناه إنه ثورة لصالح الفريق لأنهم بدأوا يستوعبوا الراجل كل اللي عايزه عندنا 2011 دقيقة، مش هينفع واحد لوحده يلعبهم كلهم، فهبقى عايزك وعايز اسلام وعايز مار وبيقوي المنافسة في المراكز اللعيبة. ايوه يوصل لها ده، الله ده احنا مع الكبير كعادتنا صح. يبقى الراجل ده مش حكايات بيلعب احمد وبيشيل علي، لا لا، ده هو محتاجهم في اولى دول كل هذه البطولات. اعتقد ان ده واصل للعيبة، يبقى فكرة ان هو هيحافظ كويس قوي على معنويات لعيبته، انه مش رايح عشان يتمنظر في الجيم اللي في الجزائر، ده من وجهة نظري طبعا، رايح يلعب جيم محترم ويرجع بنتيجة يسمى او يعني يطلق عليها ايجابية. خالد عايز تقول حاجة؟ عايز اقول سؤال يعني مهم جدا بالنسبة للحكام، يعني انا بس عايز سؤال وبوجهه للاعلام كله، هل احنا كان عندنا خلاف قبل كده في ان الحكام المصريين بيقدموا مباريات كويسه جدا خارج مصر؟ هل كان في خلاف على كده؟ دايما احنا كنا بنقول لا، كنا بنقول ان دايما بيحاولوا بيقدموا بشكل كويس، بيعملوا مشاكل جامده في تونس. كانت هم على فكره كانوا بيعملوا مشاكل هنا، كانت حاجات فرديه، كانت ونفس الحاجات للمنظره برضه. انا شايف ان المحك الرئيسي والحقيقي للحكام المصريين
هنا هنا في مصر، لان هم في المجمل طبقوا الكلمه اللي كانت بتتقال لهم في استوديوهات التحليل، حب نفسك. هم حبوا نفسهم في بطوله افريقيا فطلعوا بالشكل ده. صحيح. فارجوك تحب نفسك كحكم في مصر ويقفل الازاز. ما تسمعش حاجه يقفل الازاز. حب نفسك. هي كده. كان مش هخش هوا لو لا مش هيسمع حاجه. جو ساعة اتخانق بقى خلاص. لا جو ساعة. جو ساعة. اصل الهوا ملوث. ملوث طبعا. اوكي ده غالبا ده كده ده كده حلقتين تانيين قبل ما الدوري يبدا. لا اتمنى ان شاء الله، لانه احنا الحقيقه زي ما خالد قال احنا بالنسبه لنا الهواء عشان المرضى. الهواء في اسم مقدم مش رافض. لا عندهم، لكن عندنا احنا احنا بنطلع الهواء من اجل هؤلاء المرضى. احنا بنطلع الهواء من جنب الاستوديوهات. طيب عموما يعني بما اننا بنتكلم عن الحكام، الحقيقه الحكام في مصر عاملين، او السبع حكام اللي كانوا موجودين في بطوله الامم الافريقيه الحقيقه عاملين شغل او عملوا شغل رائع جدا جدا، يستاهلوا على كل التحيه وكل التقدير طبعا. لا واستاهلوا التكريم لما يرجعوا برضه، والتكريم عندما ده مهمه دي يعني. لما يرجعوا بالسلامه ان شاء الله. ولكن مره تانية المجموعه اللي حضراتكم شايفينها دي كما طلعت بالحكام دول السما، ممكن جدا 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 ينتقدوهم في ادائهم لو عملوا بشكل وحش. بس ما حدش يقول لك يا جماعه هو انتوا بتقولوا لا يا اسلام ده هيبقى اكتر، لان احنا شفنا لأن كويس، احنا اديناهم بقى كويس. ده احنا شفنا كويس كمان. لما بتحب نفسك بتعمل ايه يعني؟ انت يعني انت مش ضعيف فنيا. لا ما بتحبش الابيض انت قوي. او الاصفر. اما انت لما بتحب نفسك مش انت مش ضعيف فنيا، انت كويس بدليل اللي شفناه. صحيح. في ماتشات كمان صعبه جدا جدا كلها تخبيط. انت مش طفل نايم جنب حيطه والندى نازل عليه، انت راجل تمام التمام. انت كده تمام. خليني يعني انت عشان تبقى عارف الكلمتين دول. الامور بالنسبه للحكام اصبحت اصعب الفتره. طبعا 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 عليهم الطرح ده خصوصا السبع حكام دول. طبعا معاك في الطرح ده، وهم في ايدهم يعدلوا التحكيم المصري لافضل وافضل. لان لو انت وحش هنا مالكش عذر بقى عندي. ايه عذرك صحيح؟ هتقول لي اصل ما خدتش فلوسنا يا عم. ما اصل الارض هناك كانت احلى من الارض هنا الملعب. استحاله دي ما يعني مستحاله أو يعني. او هم عايزين يلعبوا مع المنتخبات بس، يحكموا المنتخبات بس ممكن. لا يحكموا رايهم. لا فاحنا برافو عليك يا خالد، لانه الحقيقه هذه الكلمات هي او ما حدث من مستوى رائع كلنا اللي حضراتكم شايفينهم واللي بعدهم واللي قبلهم اتكلمنا بشكل كويس جدا وبشكل رائع عن التحكيم المصري، وهم يستحقوا هذا الكلام. لو حصل لا قدر الله حاجه، الاخطاء الطبيعيه وارده ولا يهمك ولا يهم انت عايزه، انما المتعمده بقى والتطويش. لا كابتن امين عمر ما خدش باله ركله الجزاء، بس ما خدش باله منها. فما الفار ده له بقى قال له تعالى احسب الكوره، فده الطبيعي. احسب ركله الجزاء ده الطبيعي، ولكن اذا حدث شيء اخر لا. اللقطات اللي مش طبيعيه يعني. اللقطات اللي مش طبيعيه كلنا عارفينها. مش هكمل بقى بقيت عموما، لكن كلها معروفه كلها معروفه طبعا. لكن ثقتنا في التحكيم المصري كبيره جدا 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 جدا. والله من بدري يا كابتن، هم اللي ما بيرضوش يقفوا مع نفسهم، هنعمل ايه؟ حقيقي. نتمنى يا رب ان يكون بدايه عوده بدايه الدوري بكره ان شاء الله، مباراه الجونه والمصري على ما اتذكر، البنك الاهلي وسموحه. صح يا شباب ولا انا بقول غلط؟ اكتر من ماتش. بكره ماتشين. بكره ماتشين ان شاء الله هيقولوا المصري والجونه. اعتقد المباريات بكره هتبقى المصري والجونه، هنشوفها دلوقتي وبقيه المباريات ان شاء الله. هيبدا الدوري العام، وبالتالي كما ننظر للفرق الدوري العام ننظر للتحكيم المصري ان شاء الله. ان شاء الله سموحه البنك الاهلي والجونه اسماعيل وسيراميكا مع المصري. الجونه مع المصري وسموحه والبنك الاهلي. سموحه والبنك الاهلي كل التوفيق للدوري المصري بالكامل، وان شاء الله كالعاده الاهلي هو اللي يستطيع ان يفوز بهذا الدوري. ولكن احنا دلوقتي هنتكلم على افريقيا، او كنا بنتكلم على افريقيا. عموما انا بشكرك جدا يا كابتن. شكرا كابتن اسلام بالتوفيق. شكرا جزيلا يا كابتن محمد على وجودك معانا النهارده. اشكرك يا استاذ خالد على وجودك معانا النهارده. اشكرك يا استاذ اسلام. شكرا كابتن اسلام، كتر خيرك. شكرا جزيلا اعزائي المشاهدين، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.